بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. قبل اي حاجه وقبل ما اخش في اي تفاصيل، ممتن سعيد وفخور، ممتن جدا لحضراتكم وسعيد بهذا الكم من ردود الافعال. تابعت كل التعليقات على مدار الايام الماضيه، فخور بهذا القدر من الحب والاحترام اللي حضراتكم منحته لنا في البرنامج ولشخصي المتواضع، وده كرم منكم كبير جدا جدا. ربنا رب يجعلنا على قد حسن ظن حضراتكم بينا كمجموعة عمل، وزي ما دايما ما بقول شركة جمهور التالتة المحدودة. سعيد جدا لتواجدي مع حضراتكم وإطلالي عبر شاشة On Time Sports 2 وعبر مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإن أنا مستمر معاكم أكيد شرف كبير ننجح كلنا مع بعض، نبقى موجودين دايما مع بعض، وشرف كبير لي أكيد وجودي ضمن منظومة عملاقة وكبيرة جدا جدا. سعيد الحقيقة بردود أفعال إخواتي في البرنامج اللي على مدار أيام الحقيقة دايما كانوا حريصين على إن هم يعرفوا دايما الأخبار إيه، ليه ما كناش بنرد، أو ليه ما كناش بنتكلم، أو ليه ما كناش عشان إحنا اتعلمنا وتربينا كويس جدا جدا إنه في أي مؤسسة ارتبط اسمك بيها السرية واحترام خصوصية المكان لابد أن يكون هو دايما الأساس يعني. وفي النهاية ده بيتي وده مكاني، وإن شاء الله بإذن الله زي ما بقول لحضراتكم ننجح سوا مع بعض. عايز أشكر الأستاذ عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. عايز أشكر الصديق وحوصفه بالصديق والأخ الأكبر أستاذ ألبرت شفيق رئيس قطاع التلفزيون بالمجموعة المتحدة، أشكره جدا جدا الحقيقة يعني. وعايز أشكر أيضا كمان الأخ الأكبر والصديق العزيز جدا الأستاذ خالد مرسي رئيس مجموعة قنوات أون، والأستاذ أيمن سالم الأخ والصديق وعشرة العمر رئيس مجموعة قنوات أون سبورت تحديدا. بشكرهم جدا جدا من كل قلبي، ومش زي ما حضراتكم كنتم متخيلين يعني المواضيع كلها ما خدتش وقت، بس يمكن ناس اتكلمت كتير في القصة ديت. احنا موجودين في بيتنا وموجودين في مكاننا، وان شاء الله ان شاء الله معاكم وبيكم نقدم حاجة محترمة وتاني وتالت ورابع. انا ممتن جدا جدا ليكم، مفيش حاجة في الحروف ولا في التعبيرات بتاعت اللغة العربية ممكن تخليني اوصف لكم اللي جوايا من متابعة تعليقاتكم خلال الأيام اللي فاتت بجد يعني. لحد إعلان تجديد التعاقد ووجودي مع حضراتكم كلام كبير جدا جدا جدا. أتمنى والله بجد أتمنى أن أنا ربنا يعني يوفقني ويوفق فريق العمل أن احنا نبقى عند حسن ظن حضراتكم، ورب ما يخيب ظنكم فينا أبدا يعني. دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا كمان نمشي الليل يعني. فهنبتدي معاكم ان شاء الله باذن الله. النهارده عندنا كلام كتير وعندنا تفاصيل كتير، بس ما كانش ينفع ابتدي غير لما اشكر حضراتكم جدا جدا، واشكر اخواتي الكبار، واشكر زمايلي في الكيان الكبير ده المحترم يعني. طيب عندنا ايه النهارده؟ النهارده جمعه الكواليس والاخبار والتفاصيل المهمه، وهيبقى عندنا النهارده احمد عبد الباسط وشوقي، هنتكلم في امور كتير تخص منتخبنا الوطني، تخص نادي الزمالك، وزي ما حضراتكم متعودين هيبقى عندنا التفاعل من خلال الهاشتاج بتاعنا اللي هو جمهور الثالثه، وهيبقى نبتدي دايما معاهم بعندك معلومه عن، وهنسال السؤال. الجزء الثاني النهارده مع دكاتره التحليل عمر عبد الله ومحمد عماره، هنتكلم فيه بشكل واضح وصريح عن كاس العالم. هنحكي لكم قصة 3-4-3 النهاردة، حلقة دسمة جدا 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 يعني، وفيها تفاصيل شيقة، وهنلعب زي ما احنا متعودين في فقرة دكاترة التحليل. في شوية حاجات هتعجبكم قوي 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 الفترة الجاية، هتعجبكم قوي ان شاء الله بإذن الله هتتبسطوا يعني. مش هيبقى بس الموضوع مقتصر
على يوم الجمعه وعلى يوم الاثنين، هيبقى في حاجات حلوه في السبت والحد كمان. بنحاول ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نوصل للجزئيه بتاعت انك تبقى مبسوط ومستمتع وعندك معلومه وبتتسلى. احنا ما بنخترعش حاجه تانية يا جماعه غير كده، ما بنعملش حاجه تانية غير كده، وده دورنا يعني ان احنا ندي لك معلومه، ندي لك خبر، ندي لك تفاصيل حوار، بس في النهايه احنا نحن نشكل الجانب الترفيهي في حياتك. بس ايه الموضوع؟ ايه نبسطها تبسط. احنا بتوع الكوره يا جماعه، مش بتوع حاجه تانية اكتر من كده. لا احنا بتوع العلم والفيزياء والكيمياء ولا بتاع الحياة، ولا احنا بتوع السياسه بالتفاصيل الدقيقه، ولا احنا بتوع الاقتصاد. احنا سهلها تسهل، بسطها ايه تبقى بسيطه. طيب، وبما انها بسيطه فتعالوا نستعرض مع حضراتكم قائمه منتخبنا الوطني اللي تم الاعلان عنها من قبل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وتعالوا نشوف القائمه وبعدين هنرجع لجزء من حلقه سابقه قريبه جدا جدا اللي هي كانت في الاسبوع اللي فات. تعالوا نشوف. قال لك حراسه المرمى محمد الشناوي، احمد الشناوي، محمد عواد، خط الدفاع عمر جابر، اكرم توفيق، احمد حجازي، علي جبر، اسامه جلال، محمود علاء، محمد حمدي، وحسين السيد. خط الوسط طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني، امام عاشور، محمود حماده، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، احمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود تريزيجيه. واخيرا الهجوم مكون من احمد حسن كوكا، عمر مرموش، ومصطفى محمد. دي قائمه منتخب مصر ان شاء الله باذن الله اللي هتواجه منتخب بلجيكا. طيب، ماذا عن اللي قلناه مع حضراتكم الحلقة اللي فاتت؟ الحلقة اللي فاتت يوم الجمعة اللي فات أنا قلت لحضراتكم القائمة، وقلت لكم قائمة الاحتياط. لا تنسى عزيزي المشاهد أنه حصلت إصابات في منطقة الدفاع. عبد المنعم عمل العملية الجراحية في الأنف. عندك كمان حصلت الإصابة بتاعت متولي واستدعاء ياسر إبراهيم، ومن ثم ما جاش ياسر إبراهيم. كان موجود في قائمة الاحتياط أسامة جلال وتم استدعائها. قائمه الاحتياط دي اللي احنا قلناها لحضراتكم ما كانتش نازله وقتها، دي اللي احنا قلناها لحضراتكم. وقلت لكم انه جاد محطوط، لو جاد العمليه ما نورتش خلال كام يوم الشناوي كده كده هيخلص ماتش بيراميدز، وهيبقى موجود من ضمن العناصر اللي هيفكر فيها الراجل، لان هو اشتغل معاه قبل كده. وعلى ما يبدو ان القصه كمان ما فيهاش مشكله الحمد لله، يعني برضو ده يدي لك انطباع انه مفيش مشكله في القصه اللي كانت حصلت قبل كده في معسكر منتخب مصر اللي فات. كلها حاجات ان شاء الله باذن الله ايجابيه نحاول نبني عليها. تعالوا نتابع مع حضراتكم جزء من حلقة يوم الجمعة اللي فات. هو الراجل من الآخر بيعمل إيه؟ هو واخد 42 لعيب مجهزه في دماغه. في 42 لعيب هم دولت اللي أنا هشتغل معاهم سواء بالتبديل أو بالتوافيق. لا قدر الله حصلت إصابات، لا قدر الله حطيت عيني على لعيب ما مشيش كويس فأخرجه من الحسابات وضم، لأن أنت لسه عندك وقت. فممكن تقدر تدخل حد وتخرج حد واحنا لسه عندنا مده. طيب، وبناء على ما سبق وبناء على الرؤيه اللي انا بشرحها لحضرتك ديت، خليني اقول لك القايمه النهائيه اللي بنسبه يعني 90% 90% هي دي اللي هتبقى موجوده، دي القايمه اللي هتبقى موجوده في ماتش بلجيكا اللي هي القايمه الثانيه. هنقفز بقى كده ايه مع بعض، نحاول نجتهد سوا في ان احنا نقول لكم القايمه النهائيه. القايمه النهائيه: الشناوي، جاد، عواد. وارد حد يخرج؟ وارد. جاد لو ما قداش بمستوى كويس، لو في اي حاجه خلال الكام يوم اللي جايين دولت، وارد يخرج جاد ويدخل احمد الشناوي. ركز كده في الكلام، هتلاقي الشناوي ايه اخد شغل مع الراجل قبل كده، وانا هشرح لك في كل المراكز. في الدفاع اكرم توفيق، عمر جابر، علي جبر، ضفنا لك اللعيبه بتاعت بيراميدز، احمد حجازي واللعيبه الدوليه، متولي، محمود علاء، محمد حمدي، حسين السيد. خط الوسط: حمدي فتحي، طارق حامد، النني، محمود حماده، امام عاشور، اسلام عيسى، احمد سيد زيزو، وقفشه. الهجوم: محمد صلاح، طاهر، كوكا، مصطفى محمد، مرموش، وتريزيجيه. دي المجموعه بالكامل. وعلى ذلك عايزك تركز في الاسماء اللي انا هقولها لك ديت، علشان هي يعني تلخص لك كامل الرؤيه اللي الراجل بيفكر فيها. يعني انجاز التعبير هنطلق عليها سوا قائمه الاحتياط، هنطلق عليها سوا ان هي قائمه الاحتياط. انما هو الراجل مجهز، اذا في اي اعطال فنيه حصلت،
اذا في اي اصابات لا قدر الله حصلت، قائمه الاحتياط دي هي اللي هتشتغل على طول. فهتلاقي مثلا انه من الذخيره الحيه اللي الراجل حاططها في اعتباراته في مركز حراسه المرمى احمد الشناوي ومحمد صبحي على الترتيب، لو خرج جاد هيبقى مين؟ شناوي. في الدفاع كريم فؤاد، اسامه جلال، باهر المحمدي، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه. في الوسط مروان عطيه، عمرو السيسي، عبد الرحمن مجدي، احمد عبد القادر، مصطفى زيكو. خد بالك هتلاقي اسماء هنا وهي تم اعلانها في القائمه المحليه، بس انا شلتها لك من ايه؟ من القائمه النهائيه زي زيكو، على اعتبار انه احتماليه استبعادهم اعلى. في الهجوم شريف واحمد ياسر ريان ومروان حمدي، دي قائمه الاحتياط. اذا انت كده تقدر تفهم من الاخر انه احنا بنتحرك في بحر 42 لعيب، ال 42 لعيب دول بيشكلوا القوام الاساسي لمنتخبنا الوطني. يستدعى من يستدعى، يخرج من يخرج، المهم في النهايه انه الراجل باصص على اللعيبه دي، واظن انه دي قماشه كبيره جدا جدا نقدر ان شاء الله باذن الله نعمل بيها حاجه كويسه لحد ما نروح مباراه بلجيكا. ما تنسوش برضو انه كويس برضو ان انتوا بتفكروني انه في اصابات، الاصابات ديت لو موجوده الراجل كان هيحطها في الاعتبارات، لانه دول ثلاث فرد جامده جدا جدا، ثلاث فرد دوليه يعني، بس لولا الاصابات زي سليه عبد المنعم والونش على اختلاف ترتيبهم ومراكزهم طبعا من الاسماء الاساسيه اللي موجودين مع الراجل لولا الاصابه. ما خرجناش الحمد لله بره القائمه، انا قلت لكم نسبه 90%، تقدر تقول ان هي نسبه 96 اهو او 97%، الاسم الزياده اللي احنا حاطينه هو اسلام عيسى فقط لا غير، انما باقي الاسماء هي دي. طيب ده علشان حضراتكم تكونوا في الصوره، الراجل بيتحرك في هذه الاسماء. تمنياتنا ان شاء الله باذن الله بالتوفيق لمنتخب مصر في المرحله اللي جايه، في الفتره اللي جايه. ماتش بلجيكا من الماتشات اللي انا بشوفها انت تقدر تقيس عليها انت فين في مستويات كرة القدم العالمية، وأنا أحب النوعية دي من الماتشات، وتاني وتالت ورابع شايف ده، أنه الماتشات اللي من النوعية ديت أنا ما ببصش على نتيجتها، بس في نفس الوقت مش معنى أن أنا ما ببصش على نتيجتها يبقى أنا أتغلب عادي أي نتيجة، لا، ألعب علشان هيبة منتخب مصر وأجرب وأحتك وما خافش، ويبقى عندي الجلد أو عندي الصبر أو عندي الرؤية السليمة أن أنا أقدم مردود إيجابي وأتعلم دايما من الأخطاء. فان شاء الله باذن الله الامور تمشي بشكل كويس بالنسبه لمنتخبنا الوطني. طيب هيبقى عندنا لفه سريعه كده في الدوري المصري في الجزئيه ديت، وهبتدي مع حضراتكم باقي النادي المصري تحديدا. مصري كان ابتدى اول ثلاث ماتشات له في الدوري، خسر قدام سيراميكا وبعدين اتعادل مع بيراميدز ثم فاز بثنائيه على ام بي. ده كان المشوار بتاعه كده السريع جدا زي ما كل الفرق عملت مشوارها. طيب المصري عنده ماتش الزمالك يوم 26 في ربع نهائي كاس الكاس، وبعدين هيقابل الزمالك مره تانية يوم 1 ديسمبر في الدوري. انا معايا على التليفون كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي المصري. كابتن حمد اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل، تحياتي. حبيبي يا كابتن ابراهيم، تحياتي ليك اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ والله تمام، ربنا يخليك حبيبي. بسال حضرتك على تقييمك لنتائج المصري لحد دلوقتي. والله انا شايف ان هي يعني النتائج الحمد لله ماشيه بشكل معقول جدا، ما عدا مباراه سيراميكا اللي هي الاولى، لكن برضو الحمد لله يعني فرقه سيراميكا من الفرق الكويسه، لكن طبعا كانت مباراه بالنسبه لنا احنا يعني اديتنا يعني جرس كبير جدا ان احنا نبدا نعدل شويه في شويه حاجات، لكن الحمد لله رب العالمين الامور مشيت تمام في مباراه بيراميدز ومباراه بعد كده انبي، الحمد لله قدرنا ناخد 3 بونت، فادت ثقه كبيره جدا للعيبه الاداء في بيراميدز والمكسب بتاع انبي، فدولك يعني طمانينه ان انت تقدر تشتغل بشكل كويس يا كابتن. اتعاملتوا ازاي يا كابتن حمد مع الكلام اللي اتقال مع المباراه الاولانيه انه قد يكون هناك التفكير في تغيير الجهاز الفني؟ اتعاملتوا ازاي مع الكلام اللي تردد في الوقت ده؟ لا ده كلام اي كلام، احنا مش عشان نشغل بالنا بالكلام اللي هو ملوش يعني معنى عندنا، لان ده كلام بيتقال من بعض الاشخاص ملوش لازمه عندنا، لكن احنا متعاقدين مع نادي ومتعاقدين مع مجلس اداره برئاسه استاذ كامل ابو علي، راجل يعني في الميزان
تقدر تشتغل معاه يا كابتن ابراهيم، وتقدر تفكر، لان هو راجل فعلا بيعرف يدير منظومه، بيعرف يفكر في الكلام ده. فالكلام ده بيتقال من اي حد، ما بنشغلش بالنا بيه يا كابتن ابراهيم. هتلعبوا الزمالك مرتين ورا بعض بفاصل زمني اعتقد اسبوع، مره في الكاس ومره في الدوري، هتتعاملوا ازاي مع اللقاءين دولت؟ هي مباريات طبعا مباريات مهمه جدا، مباراه الكاس يوم 26 ودوت الكاس القديم، وده حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله. ويعني انت هتلاعب نادي كبير وهتبقى مباراه ده الكاس القديم، ده الكاس القديم الجديد يا كابتن حمد. اللي هو كان جديد السنه اللي هو كان جديد السنه اللي فاتت اللي هو السنه دي اللي هو كان الجديد السنه اللي فاتت اللي احنا خلصنا الماتش. هو شويه لخبطه في في القديم والجديد اللعب في الكاس. لكن انا بقول الحمد لله ان شاء الله هي مباراه كبيره، وفرقتين كبار، فرقه نادي الزمالك فرقه كبيره، وطبعا فرقه نادي المصري فرقه كبيره، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه تبقى مختلفه بالنسبه ان شاء الله بالنسبه للنادي المصري. ويعني هتبقى مباراه كبيره يا كابتن ابراهيم، انت بتلعب نادي كبير، ومباريات الكاس انت عارف ما لهاش حسبه، لكن اللي هيشتغل ال 90 دقيقه هو اللي ان شاء الله يبقى من نصيبنا باذن الله. في لعيبه من مصر كانت من وجهه نظر حضرتك تروح منتخب مصر تستحق؟ والله انا قلت قبل كده ان احنا طبعا عندنا مجموعه لعيبه كويسه جدا، لكن يعني انا بقول ان احنا الحمد لله النادي المصري بقى بيتاخد من عنده 3 لعيبه، وده حاجه برضو من الحاجات المهمه، لان جاد كان بقاله فتره بعيد عن المنتخب، وكان حسين السيد بقاله فتره بعيد عن المنتخب، مروان يمكن هو اللي كان موجود في المنتخب، لكن انا بقول ان يروح 3 لعيبه دي حاجه كويسه، لكن انا كان يهمني ان يبقى عدد اكبر من اللعيبه، لان دي بتدي ثقه للعيبه وبتديهم برضو تنافس بينهم وبين بعض، فدي حاجه من الحاجات المهمه ان انت يبقى عندك عدد من اللعيبه موجودين في المنتخب. انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا يا كابتن حمد، وبتمنى لكم ان شاء الله باذن الله كل التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي المصري. تعالوا نروح للاسماعيليه، وتحديدا النادي الاسماعيلي، وهذه المره مع السيد رئيس النادي الاسماعيلي مهندس يحيى الكومي. يا باشمهندس اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي ومساء الخير. اهلا وتحياتي يا ابراهيم بيه، ازي حضرتك؟ والله الحمد لله، فضل ونعمه، والله كله كويس الحمد لله. طيب خليني اسال حضرتك في البدايه، هل تم فعلا تجميد عبد الرحمن مجدي، ولا وهل فعلا هو تقدم بشكوى ضد النادي ولا لا؟ لا لا لا، الكلام ده مش صحيح. لا هو بس كل الفكره احنا يعني هو ده معروض للبيع ليه؟ لان هو عايز يمشي، وهو جاله عروض، والوكيل بتاعه قدم لنا عروض، وهو جاب لي عروض. لا برضه يعني ما فيش مشكله، الشكوى دي موضوع بسيط، لان هو مستحقاته هنسويها بشكل او باخر، ما عندناش مشكله معاه. يعني عبد الرحمن راجل انا بحبه وراجل كويس يعني. طيب توقيت العرض للبيع دلوقتي يعني مش حاسه شويه حضرتك ان هو غريب؟ احنا بنتكلم مثلا لسه كانت فتره الانتقالات. اتفضل. لا لا لا، عشان لما تبقى احنا قدام يعني فتره الانتقالات تبقى في يناير. يناير ده بعد شهرين. ما فيش مشكلة، هو لو كانوا جاله عرض جدي يبقى احنا ننفذه، والجماهير مأيدانا وكل الناس مأيدانا وكل حاجة. المرة دي الجماهير مأيدة مش زي في آخر فترة الانتقالات الصيفية، حضرتك حاسس كده؟ ما أنت شايف الإسماعيلي نتائجه إيه يعني؟ قلنا إيه؟ معلش عشان بس نتكلم بصراحة يعني. أنا عايزك تخرج اللي في جواك يعني. لا لا مش قوي كده، بس لكن شوية واحدة واحدة عليا. ماشي. ولا أنت عايز تورطني؟ لا أنا مش عايز أورط حضرتك، أنا عايزك تقول اللي حضرتك عايز تقوله. لا لا لا، انا بقول لك يعني احنا قدامنا وقت لسه شويه، في خلال الشهرين ده ربنا يكرمه وهيلعب الماتشات وربنا يكرمه، انا ما عنديش مشكله خالص معاه، ولا في تجميل ولا في حاجه، هو في صفيقه يعني. هو لازم يتنازل بشكل او باخر عن الشكوى، لان احنا ما عندناش مستحقات مستحقه ليه. هو واخد كل مستحقاته، خلي بالك هو واخد كل مستحقاته اصلا. هو بيتكلم على السنه الجديده، السنه الجديده احنا لسه ما اديناش ناس كتيرة يعني، لكن هنبدي واحدة واحدة، دفعة 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 إن شاء الله. طيب هل من الوارد إنه حد يتكلم معاه في فكرة التنازل عن الشكوى اللي قدمها في اتحاد الكورة؟ أكيد. هو ما قدمش شكوى، خلي بالك، هو قدم إنذار، مفيش شكوى. إنذار، ماشي. هو بيقول لك إنذار الراجل بتاعه اللي هو المحامي بتاعه. هو يعني طبعا هو بيقول لك أنا ما قدمتش، المحامي اللي بيقدم وكان ماشي، بس هو طبعا أكيد واخد موافقة منه. هو المحامي بعت إنذار قال لنا والله المستحقات مطلوبة ومش عارف ايه، طبعا مفيش شهرين عليها. لم يقضي الشهرين لسه، احنا ما لناش شهر. ما طلعتوش لسه فلوس لحد اصلا يعني؟ نعم. ما طلعتوش لسه فلوس لباقي زمايله يعني الاصل؟ ايوه بالظبط. واحده واحده كده ان شاء الله وربنا يسهل.
طيب خليني اسال حضرتك يعني، وانا بنصحه برضه اقول لك بالمناسبه بقى، انا بنصحه يلم الدور شويه، ما يصحش هو نجم كبير الناس بتحبه، فما في داعي يعني ايه يعني يمشي ويسيب ذكرى كويسه، انا ده رايي يعني. طب ما هو انا ده اللي كنت اسال حضرتك، ايه اللي صعد الامور يعني، ايه اللي وصل الامور للحد ده؟ لان انا دايما لما كنت بسال حضرتك على الهوا في فتره الانتقالات الصيفيه كنت بتقول لي انه عبد الرحمن مجدي خط احمر يعني، لا لا لا. مش هي مش 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 مش, مش هتبيعه يعني، مش للبيع. انا كان هدفنا ان احنا نبكي على قوام الفرقه. ايوه، هي القوام الرئيسي اللي هو اللعيبه الرئيسيه بتاع النادي اسماعيل، ولكن النتائج اللي كانت محبطه جدا الماتشين اللي فاتوا بكل امانه يعني. ايوه، ومحبطه لينا احنا كمجلس اداره، ومحبطه ايضا للجماهير، ومحبطه ايضا للعيبه. يعني احنا عملنا ده كله وفي الاخر برضه النتيجه مش حلوه. فبالتالي ما بقاش فيه بقى خط احمر ولا خط اصفر بقى. خلاص بقى كده ولا ايه؟ خلاص بقى، اللي عايز يمشي يمشي يجيب فلوس. طيب بالضبط. هو بيراميدز كان عارض على حضرتك والمصري كانوا عارضين على حضرتك ولا انا بتكلم غلط؟ كله كلام، انا بقول لك اهو كله كلام. وكلاء لاعبين يعني سماطره وهؤلاء الوكلاء بيجيبوا لنا، مفيش عرض جالي على النادي. مفيش أيوة ولا مفيش ولا عرض رسمي لعبد الرحمن مجدي جه لحضرتك اصلا؟ ما جاليش. ولا من بره مصر؟ ولا من بره مصر، كله عن طريق الوكيل بتاعه نادر الشاوي. مفيش حاجة حقيقية بيكلمني ويقول لي، وهو عبد الرحمن اللي بيقول لي، وبعدين في الآخر مفيش حاجة. مفيش حاجة. طيب دلوقتي هل في أي نية ليه يعني، خليني أطرح بس مع حضرتك ده عشان إيه برضو يبقى إحنا بنفترض إن الأمور إن شاء الله ممكن تمشي في الصالح العام يعني، هل في أي نية لتقارب وجهات النظر وموضوع العرض للبيع ده ما يتمش وبالتالي الراجل يكمل والدنيا تبقى كويسة والنادي لا ما عندناش مانع، ما فيش مشكلة بالعكس. لو ما جالوش عرض يعني هنعمل بيه؟ لا، هيبقى يقعد النادي طبعا، بس كبير ونديله حقوق وكل حاجه. طيب خليني يعني ماهوش يعني بالنسبه له. ايوه، قد النادي يبقى محتاج لتغيير بعض الدماء، ما فيش مانع، وهو بناء على طلبه ورغبته هندبها له ماشي. لكن ده يوصل الى يعني بالاخر هنشوف المصالح تمشي ازاي، اذا كانت مصلحته للبقاء احنا هنتمسك بيه برضه اهلا وسهلا. طيب ده كلام برضو محترم، خلينا اقف عنده واروح لجزئيه تانية. الجزئيه تتعلق بقى بالنتائج وجريده، كيف تقيم المشهد بعد الاسابيع اللي فاتت، وهل تنتظر جديدا يطرا على الفريق بعد فتره التوقف ديت ولا لا من حيث الاداء والمستوى والنتائج؟ لا اكيد طبعا هيتغير كتير، لان هو الراجل لما جريده جه كان الدنيا برضو كانت متضايقه عليه الوقت يعني، واخد بال سيادتك؟ هو دلوقتي خد وقت اكتر وممكن يتمسك مع اللعيبه وممكن يبقى التدريبات كويسه وكده يعني، فان شاء الله احنا عندنا امان ان النتائج تتغير. بس احنا كان حظنا وحش ان احنا قابلنا ماتشين كانوا يعني كانوا سؤال شويه يعني، الاهلي اول ماتش وده ماتش جديد برضه، المحله برضه خارج ارضنا، وحتى الماتش اللي جاي برضه بتاع فاركو برضه خارج ارضنا يعني، حظنا احنا مع اللائحه مع التأجيلات مع كذا كلها ظلمانه بصراحه. لكن هي دي بقى يعني بتاع ربنا بقى، في الاخر هنقبله يعني هنعمل ايه؟ طيب يعني احنا اول ماتش نلعب بره ارضنا، ثم نلعب مع الاهلي، ثم ثاني ماتش نلعب بره ارضنا، ثم نلعب مع المحله، ثم ثالث ماتش برضه نلعب فين؟ بره ارضنا، في اسكندريه مع بارتو، ورابع ماتش يا دوبك هنلعب اول ماتش في ارضنا. يعني برضه ده كله اللائحه بقى والظروف والتاجيلات اللي تمت هي دي السبب يعني. ما خدمتكش يعني، عايز تقول الامور دي ما خدمتكش. طيب لا ما خدمتناش يعني، بس ده حظ بقى بتاع ربنا، فاحنا قابلينه وربنا يكرمنا ان شاء الله. طيب خليني اسال حضرتك، تقييمك ايه لصفقه صالح جمعه واللي يعني فيها جدل كبير وفي حاله كده عند جماهير الاسماعيلي مش يعني مستنكرين الصفقه نفسها، وزن اللاعب نزوله في الملعب؟ صالح جمعه انا بنصح الناس كلها ما تتكلمش فيه ده بقى، بنصح كده حتى الاعلام. ليه؟ انا بنصح كده ليه؟ هنفترض ان هو عيان، هنفترض يعني خلاص بقى، احنا بنحاول نصلح منه، وجريده عارف الكلام ده وهنصلح منه ان شاء الله وربنا هيوفقك يعني. انا بنصح كده. معلش يعني ايه عيان؟ يعني ايه عيان؟ معلش عشان الناس بس تفهمها. ابراهيم بيه من فضلك رجاء، مفيش داعي يعني، مفيش داعي تكلمني اكتر من لازم يعني، خد الكلام على علاته ماشي. ما انا والله انا يعني عشان الناس تفهم بس حاجة يعني، لو عايزنا لو مصاب مثلا عنده حاجة معينة، إصابة مثلا معينة هي اللي بتبعد. عنده إصابة معينة. طيب ماشي ماشي. ابراهيم ايه بالنبي عشان بس ايه؟ طيب
كتير الاعلام لما يخش في التفاصيل لا مش تفضل، انت عارف النادي الاسماعيلي كبير معلش، ما انت عارف الاسماعيلي يعني النادي الاسماعيلي كبير وصفقاته مهمه والاسماء اللي جت اسماء مهمه وجمهور الاسماعيلي بيسال اسئله كتير وحضرتك متفضل دلوقتي معانا على الهواء وبالتالي فرصه ان انا هطلع بعد الصفقات دي. طبعا انا زعلان وزي الجماهير اقوى اكتر كمان خلي بالك، لان انا كنت متصور برضو ان الصفقات دي تجيب مردود كويس، لكن لازم يديها فرصه لان لسه ما عملوش حاجه. معلش احنا لسه بدايه الدوري ولسه ما لعبناش اكتر من ماتشين، فالناس ما تستعجلش يعني. صحيح. طيب من وجهه نظر حضرتك شايف الامور هتتحسن امتى، وايه اللي انت طالبه من جريد، وايه اللي انت طالبه من الجمهور وطالبه من اللعيبه؟ انا مطالب بس توفيق ربنا مش اكتر من كده والله. احنا عملنا كل حاجه واللعيبه بتلعب من قصارى جهدها وجريد المدرب يعمل خساره جدا، مش ناقص الا توفيق ربنا وهو ده الاساس. خلي بالك كره القدم هي توفيق. محمد صلاح لما تشوف اخر ماتش لعبه في وسط سته بيشوط شوطه جاب جول، يعني ده حاجه بقى بصراحه توفيق كبير جدا من ربنا. صحيح هو ماهر وبارع كلام، لكن التوفيق هو المهم، هو الاساس، هو توفيق الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. طيب السؤال الاخير، هل لسه لدى حضرتك مشاكل فيما يتعلق بموارد النادي وبالتالي دفع المستحقات والامور اللي شبه كده؟ ولو كده ايه المناشده اللي تحب تعملها على الهواء، اذا كان لرجال اعمال في الاسماعيليه، اذا كان لاي شخص على الهواء مباشره نحب ان احنا نساعد معاك؟ بص احنا عاملين طبعا مناشده معالي سياده رئيس الوزراء وان شاء الله يساعدنا ان شاء الله، والوزراء وزير الشباب يساعدنا، المحافظ يساعدنا، كل اي قناه يساعدنا. النادي الاسماعيلي بيحتاج الى مساعده كل الناس. هذا نادي جماهيري واعتقد ان هو امن لمصر كلها الجبهه الشرقيه، وده مهم جدا. انا شايف ان احنا لازم ندعم النادي الاسماعيلي. انا ده اللي هو مش طلب، هو ده اللي انا بقوله يعني. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونطلع من الازمه. ان شاء الله باذن الله. انا مش شايفها ازمه كبيره ولا حاجه، احنا لسه بنتكلم في 3 ماتشات، الدنيا لسه ان شاء الله باذن الله كل الفرق فيها اللي ابتدى موفق وفيها اللي عنده ما عندوش توفيق، احنا الحمد لله لسه بنتكلم في 3 ماتشات وبالتالي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بعد فتره التوقف ده الاسماعيلي يرجع جامد. انتوا عملتوا اللي عليكم وجبتوا لعيبه والامور ماشيه ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله تمشي كويس يعني ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا، شكرا مسيح قوي. اشكرك شكرا جزيلا مهندس يحيى الكومي رئيس النادي الاسماعيلي. هي النقطة مش متعلقة بس بالإسماعيلي، هي متعلقة بالإسماعيلي وبقية الأندية الجماهيرية. احنا لسه بنتكلم في أول 3 أسابيع، والكلام اللي أنا بقوله هنطبق على الإسماعيلي هو نفس الكلام اللي أنا بقوله هنطبق على أسوان. 3 ماتشات في أول الدوري لا يعنوا أي شيء، لأنه حظك كويس إن حصلت فترة توقف، هتستغلها بقى بشكل أحسن. بنتكلم 3 ماتشات في عرف الكورة وفي عرف بطولة الدوري ولا حاجة. لا اللي كسب الثلاث ماتشات مأمن على ان هو كده الدنيا تمام، ولا اللي خسر ده معناه ان هو هينزل دوري درجه ثانيه. لسه في خناقات كتير في الدوري، وماتشات رايحه وماتشات جايه، وماتشات هتتكعبل، ماتشات تبقى متخيل ان انت تكسبها وتخسرها، وماتشات تبقى متخيل ان انت تخسرها وتكسبها، وتكسبها فرق سكور كمان، وماتشات تبقى متخيل ان دي مش هتعرف تجيب منها نقطه اصلا ولا تعرف تجيب منها اي حاجه وتلاقي نفسك بتكسب، حاجات هنلاقي الكوره في الدوري المصري كمان لتقارب المستويات إلا من رحم ربي، لأنه أنت بتتكلم في كام فريق كده هو اللي عنده الكواليتي العالي، هو اللي عنده الجودة العالية من اللعيبة. طيب عندي أخبار وتفاصيل مهمة جدا في القلعة الحمراء النادي الأهلي بعد الفاصل السريع اللي جاي، خليكم معنا. الأهلي اليوم نتابع مع حضرتكم. طيب لحد ما يجهز خلينا نقول لحضراتكم أهم ما يتعلق بأفكار كولر في الفترة اللي جاية. الراجل بيتعامل إزاي مع الأزمة الدفاعية وهو عنده ماتش مع المقاولين العرب يوم 27؟ حضراتكم عارفين أنه واقع من حسابات الأهلي محمد عبد المنعم، واقع من حسابات الأهلي ياسر إبراهيم اللي ما راحش منتخب مصر بسبب الإجهاد فكلاهما يعني يفرق، واقع محمود متولي فبالنسبة له برضو يفرق، نقص غير طبيعي في صفوف الدفاع. طيب حد يقول لي ايمن اشرف، ايمن اشرف عنده اصابه في الركبه وهيسافر النمسا قريب كمان للخضوع لفحص طبي. فهذا الكم من الاصابات هخلي كولر يفكر
في كيفيه الاستعانه برامي ربيعه واللي تماثل للشفاء وبدا يدخل في التدريبات الجماعيه، فخلاص رامي ربيعه هيبقى موجود. مين بقى اللي هيبقى جنب رامي ربيعه؟ هي دي الفكره، لانه زي ما حضراتكم عارفين في ازمه في القصه ديت، مش هيبقى في غالبا غير مغربي بس هو اللي يكون موجود جنب رامي ربيعه، وبالتالي هو اللي يعتمد عليه في مباراه المقاولين العرب. ازمه واختبار صعب، وماتشات كلها ما هياش ماتشات سهله، وانت بتتكلم على ماتش طبعا ده في ربع نهائي كاس مصر، يعني ماتشات الكاس دي بيبقى دمها تقيل جدا. طيب ايه القصه بتاعت محمد محمود؟ احنا كان معانا الكابتن نادر شوقي وكيل اعمال محمد محمود، وكنا سالناه على القصه، ايه محمد محمود، ايه اللي ممكن يحصل، الدنيا ماشيه ازاي. لجنه التخطيط اوصت باعاره محمد محمود ولم توصي على الاطلاق ببيعه، قالت انه يخرج للاعاره. نادر شوقي كان قال بنسبه 200% والراجل هيخرج اعاره في يناير اللي جاي مش للبيع. لجنه التخطيط عندها نفس وجهه النظر، ان اللعيب لسه ما خدش فرصته كامله، اتعرض لاصابات كتير ودلوقتي تعافى وما بقاش عنده اصابات، حصل اللي حصل، قصه اللي اياها اللي حضراتكم عارفينها ديت، وبالتالي قالك لا خلاص. الافكار بتاعت لجنه التخطيط انه اللعيب هيكمل مع الفريق، يطلع اعاره، عنده عدد من العروض الرسميه من عديد من الانديه، عارف كويس انه سيراميكا كليوباترا كان واحد من الانديه المقبله جدا جدا على محمد محمود، الكابتن احمد سامي كان حاطط عينه عليه، وعارف انه في انديه اخرى كمان كانت عايزه محمد محمود. محمد محمود هيبقى مطلوب، هيبقى مطلوب جدا جدا، لانه لعيب مميز بس الظروف ما خدمتوش على الاطلاق. هو ومتولي الاثنين دول تحديدا بحس انه مش واخدين بختهم من الدنيا، اصابات، مش واخدين بختهم من الدنيا، على طول اصابات في اصابات في اصابات في اصابات، رغم ان هم جودتهم كلعيبه جوده مرتفعه جدا جدا الحقيقه. طيب انا لسه عندي اخبار وتفاصيل برضو في الاهلي، بس خلونا كمان، انا معايا مداخله مهمه من واحد من اللاعبين اللي لعبوا بقميص الاهلي وقميص الزمالك وقميص الاسماعيلي. انا بتكلم على كريم بامبو. كابتن كريم اهلا وسهلا بيكم، مساء الفل. كابتن ابراهيم حبيبي مساء الفل، ومبروك تجديدك للقناه حبيبي. ربنا يبارك في عمرك يا رب. خلينا اسالك الفتره اللي فاتت شفتها ازاي مع البنك الاهلي، وتقييمك ليها ايه لحد دلوقتي، وبتكلم تحديدا على الموسم ده. بص الموسم ده بالنسبه لي يعني صعب جدا، الفرق كلها مركزه، والبنك برضو جاب صفقات حلوه وكذا نادي برضو جاب صفقات حلوه. صعب بالنسبه ان احنا عايزين نخش المربع الذهبي السنه دي مع اللي هو اشرف مختار، مع منعم، مع حاتم، مع كابتن خالد، كابتن كريم، عايزين كلهم هدفهم ان هم نلعب مربع ذهبي. فانت عشان تلعب مربع ذهبي طبعا انت محتاج على الاقل الماتشات كلها ما فيش خساره كتير، بتكسب لو تعديلت او خسرت يبقى في مشكله عندك في النادي، فهيبقى صعب غير السنه اللي فاتت غير السنه اللي قبلها. فهو بالنسبه لنا احنا هيبقى صعب شويه وحلو يعني احسن. الامور تصاعديه، يعني البنك الاهلي واخد الامور بشكل تصاعدي من موسم للتاني للتالت. بالظبط، هم يعني واخدين يعني هم اداره ناجحه، الاداره يعني البنك ناجحين جدا. اول سنه كانوا متفقين مع اللعيبه ان هم يقعدوا بس ستاد. ثاني سنه حققوا مركز محترم من السادس للسابع، اخرهم السابع، وفعلا ده اللي حققوه. السنه دي عايزين مربع ذهبي، هو مش يعني حتى اللائحه نفسها موجود على المربع الذهبي، يعني مفيش غير ان هي متابعه المربع الذهبي. خامس سادس مش مفيش يعني مفيش فلوس مفيش مكافئات كده يعني. معموله اللائحه على المركز الرابع، طب ما دي حاجه عظيمه جدا جدا، دافع يعني جامد. ها بس ايه القرشينات جامده ولا ها؟ لا بدي اعرف بس عشان ندعي لكم يعني. زي الفل زي الفل زي الفل. انت لسه مبارك لي على التجديد، ابارك لك انت كمان. طيب خليني اسالك، خلال ثلاث ماتشات سجلت هدفين بسم الله ما شاء الله الموسم ده، وانا طبعا والناس كلها ملاحظه كريم بامبو يعني رايق الفتره ديت ورايق مع البنك الاهلي، وكما لو انه موضوع الاعاره ده فارق معاك الى حد كبير كان لما انتقلت الى البنك الاهلي. الاول بس قول لي ايه الحاله اللي حصلت مع البنك الاهلي وتسجيل الاهداف والتالق على عبر كذا موسم والموسم ده كمان تحديدا. بص يا كابتن ابراهيم، هو اهم حاجه في اللعيب يكون مستريح نفسيا. مستريح نفسيا هيطلع كل اللي عنده في اي مكان، مش لازم لعيب في اي شغل. فانا في النادي موفرين لي انا يعني موفرين لي اللعيبه كلها يعني راحه نفسيه، بالذات انا معايا اللي هو اشرف بيتعامل انا ابن استاذ محمد عبد المنعم، لا فهم معايا انا بصراحه كاداره، بتكلم كاداره، أيوة. جدا معايا الدنيا حلوه قوي، بيحبوني
الجهاز نفسه مع كابتن كريم حسن شحاته، كابتن خالد كويسين جدا معايا. اللعيبه نفسها لعيبه محترمه جدا، احسن اللعيبه انا لعبت معاها يعني في حياتي. اللعيبه كلهم محترمين، كله اللي بيقعد دكه مش عادي، اللي بيطلع بره 18 عادي، كله عايز يكسب بس يعني. انت تكسب خلاص مش مشكله. فهي كل ده بيطلع يعني بيخليك تطلع كل اللي عندك، مفيش مشاكل. فلوسك في ميعادها، مكافاتك في ميعادها، كل حاجه يعني في راحه نفسيه من كل حاجه. دي حاجه كويسه. لو تعادلت او خسرت ما بقولوش مثلا خصم ولا الكلام ده، لا، بيجي يتكلموا معاك باحترام عادي جدا، ومعلش وانت عملت اللي عليك، والماتش الجاي تعوضه يعني. فغصب عنك انت بتطلع كل اللي عندك. عشان يعني هو بيحرجك بالادب يعني. هو بيقول يعني انت خسرت اتعادلت، ما يجيش بقى يقول لك لا انا هخصم منك، لا انا مش عارف ايه، انت ما عملت، لا خالص. بس خد بالك السيستم ده بيمشي عند اللعيبه اللي عندها نخوه كده وعندها دم يعني، فاهم؟ بالبلد يعني كده يعني ايه، حس بقى يعني، حس يعني. اصل السيستم ده مش هيفهمه اي حد، ممكن الناس يقول لك بقى يحط ايده في ميه بارده يعني. لا 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 لا. بص احنا كلعيبه مع بعض، معانا كابتن فريق محترم عاصم صلاح، هو يعني هو يعني اللي واصله بيننا وبين الاداره. لا عاصم مع اي لعيب مثلا تلاقيه واخده على جنب، ما ينفعش مثلا انت، لا انت مقصر، انت كذا، انت فهي. فانت بقى بتقابل مع كابتن فريق، بتقابل مدير كوره كابتن كريم، بعد كده بتقابل مدير فن، يعني ايه؟ مثلا الاداره معانا محترمه قوي، بس لا في ناس شادين شويه علينا، شادين شويه على اللعيبه، واللعيبه نفسها ما بتحبش تخسر، يعني اللعيبه عندها يعني دافع المكسب. يعني لعيبه كويسه، اللعيبه مش ان هم النمارده ولا اللي هم مثلا مش فارق معاهم اكسب اخسر، لا بالعكس. تفرق دي، بتفرق قوي في روح الفريق. اوضه اللبس، اوضه اللبس لما بتبقى كده الدنيا بتبقى كويسه. لا لا لا، عاصم وكابتن كريم، عاصم صلاح وكابتن كريم لمنا بمعنى اصح بصراحه يعني، فاهم؟ مستوين اللعيبه، فالدنيا حلوه، اوضه اللبس بنتعامل كلنا كعيله. عشان كده بقول لك اول الكلام، اللعيبه نفسها بالنسبه لي احسن اللعيبه انا لعبت معاها بصراحه يعني. طيب خليني اسالك على فتره كانت صعبه جدا جدا، كانت فتره الايقاف بتاعت المنشطات. الفتره ديت الفترات الصعبه اللي بتمر في حياتنا كلنا يعني على المستوى المهني، بيبقى فيه ناس بيبقوا يعرفوا يخرجوك منها. انت اتعاملت ازاي مع الفتره ديت ومع الموقف اللي حصل معاك؟ اول حاجه قعدت مثلا حوالي شهرين قاعد في البيت، ما بخرجش. لما بخرج بقى في ناس معينه كده ممكن تضايقك في الشارع، في قصه فليت، فحصل لي موقف قبل كده ضايقني في الشارع. كنت معايا انا مع مراتي وولدي كده، فحصل لقطه كده معينه من واحد، فكويس يعني، بس ما حدش خد باله غير انا يعني، من واحد معين يعني. هو بيهزر بس هي بالنسبه لي مش هزار. ايوه. هو بالنسبه يعني كانت اصعب فتره في حياتي كلها الاربع شهور دي. بس بصراحه انت وكابتن عبد الشبير وكل الاعلاميين بصراحه اتكلموا في حقي حلو، بس في ناس هم لا، هم فاهمين النشاطات دي حاجه ثانيه يعني. عشان تشرح لكل واحد، يا جماعه والله ده برشام تخسيس، هو اللي فيه الماده وانا ما اعرفش. عشان تيجي تشرح لكل واحد يعني، انا كنت واخد سنتين اساسا. ايوه. لما عملت تحقيق معاهم وعرفوا القصه وجبت لهم من الماده دي من البرشام ده، يعتبر الاربع شهور دي براءه يعني. ايوه. فانت عشان خاطر تقنع كل واحد بالكلام ده، هي بالنسبه لك اصعب. دوشتها كبيره. كتير. وكمان مثلا عشان المشكله ان في ناس مش عايزه تفهم يعني. لا انا دي منشطات، منشطات يبقى حاجات تانية بقى يعني. ايوه يعني دخلوك في قصه تانية، دخلوك في قصه تانية. تانية خالص. والمشكله ان انا حتى يعني قصدي لما كنت تعبان برشام الدواء البرد مش باخده، عشان انا بخاف من الحاجات دي اساسا. انا جبان، انا بطبيعتي جبان، ولا اخد برشام برد ولا مضاد حيوي ولا الكلام ده، عشان الحاجات دي ساعات بتكون فيها. مين اللي مش هتنسى وقفته جنبك في الوقت ده يعني، وما كنتش متخيل او بمعنى صح يعني فاكرها له؟ لانه المواقف الصعبه ديت بتفرق معانا جدا جدا وفي ذهننا. في ناس بتتخيل ان احنا مش هنقوم تاني، وفي ناس تانية بيبقى عندها دافع غريب ان هي تقوم الناس اللي جنبها. لا بص، والدي ووالدتي دول ربنا خليهم لي، واختي واخويا ومراتي، هم كانوا معايا، مراتي تعبت معايا بصراحه يعني. فكانوا معايا يعني لحظه بلحظه عادي جدا، ومعايشين. كنت عصبي جدا واستحملوني يعني، كنت كل شويه خناقات، كل شويه اكسر الشقه يعني، بعمل حاجات غريبه. مش انت اللي بتجيب؟ ما مش مشكله بقى. كسر وهات يا حبيبي، محدش هيقول لك حاجه. لا بجد والله، عملت حاجات كتير قوي صعبه يعني. انت بتغرم نفسك، انت فاهم غلط. مش مشكله. بس في النادي بقى اللي هو اشرف نصار يعني، بص مهما اقول لك يعني، لا بصراحه الراجل ده اب ليا يعني بصراحه. بيتعامل معايا يعني ولا كلمه اي حاجه، عادي جدا، وانت نجم وما فيش مشكله، ودي كابو هتعدي. واستاذ محمد عبد المنعم بصراحه معايا برضو يعني، وقف معايا جامد جدا. كابتن كريم حسن شحاته بقى ده احكي من هنا بكره لبكره مثلا عليه، على اللي بيعمله معايا بصراحه انا شخصيا.
كويس كويس يعني جدا، يفرق قوي دور مدير الكوره. لا كابتن كريم ده في حته ثانيه بصراحه. يعني الناس القليله في الموجوده في المجال، في المجال نفسه يعني المجال بتاعنا صعب شويه. لا كابتن كريم، لا الاربع شهور ما حسيت ان انا اساسا في الملعب. يعني طب قول لي، انت كنت تتمرن عادي ولا 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 كنت يعني اول فتره ممنوع ان انا اتمرن؟ كنت ممنوع ان انا اتمرن في النادي خالص. بتكلم بجد والله؟ اه والله ممنوع. يعني العقوبه كان من ضمنها انك ممنوع تتمرن في النادي؟ اه تتمرن قبلها بشهر. ياه صعبه. اه والله فهي صعبه في كل حاجه. ايه ايه ده، دي صعبه دي قوي، دي صعبه دي قوي، ده حرمان من التدريب كمان. كل حاجه حرمان. حرمان من التدريب، وحرمان ان انت تاخد فلوس من النادي، النادي ما يدركش فلوس. قبلها بشهر بس تلعب، يعني تلعب ماتشات او انت يعني في اول ثلاث شهور دول عملت ايه بقى؟ ده مهم اعرف يعني. يعني طب انت سيستم اكلك، سيستم اكلك كان عامل ازاي؟ ما انت لازم تحافظ على الاكل وتقعد تجري بقى. والله ما كنت باكل فعلا. كنت قاعد في البيت يعني، هي كآبه بس، هي كآبه بس. يعني دول بس. كان كريم، كابتن كريم اتصل بيا، طب تعالى اتفرج على الماتش. لما الدوري بدا كان معايا تليفون اول باول، تعالى اتفرج معانا على الماتش. ما كنتش بتروح تزود تشتغل في اي مكان بره؟ ما لا بزود اشتغل بره لوحدي بس برضو اول شهر او اول شهرين مش قادر مش قادر نفسيا. الناس اللي حواليك يعني برضو صعب. انت برضو ايه، الناس اللي حواليك بيبصوا لك بصه كده معينه، يعني عارف انت ايه. لغايه ما الناس فهمت بقى، فهي القصه كانت صعبه من كل حاجه. ايوه يعني ايوه من كل حاجه. ايوه فالحمد لله ربنا عداها على خير، وربنا يبعد الايام الوحشه دي. والله الحمد لله ان هي عدت على خير. وعلى فكره انا ما كانش عندي شك، يعني هي بتحصل وبتحصل كتير جدا جدا يعني. وسوء التعامل مع الموقف نفسه. انا عايز اقول لك على حاجه، كانت في واحده من ابطال مصر الذهب يعني، فاطمه عمر، انا مش هنسى عمرها. فاطمه دي اكتر واحده جابت لنا ذهب في رفع الاثقال، عشان تبقى عارف يعني، في البرلمان. اللي توقفت 4 سنين. اللي توقفت 4 سنين، برافو عليك. انا كنت جوه، انا كنت جوه الموضوع ده جدا، كنت جوه الموضوع ده جدا، وكنت ساعتها بتواصل ساعتها مع السيد وزير الشباب والرياضه باستمرار، وجبنا لها المحامي الوزاره مشكوره، واشتغلنا على القصه ديت، لان هي برده كانت واخده دواء في توقيت معين، الدواء ده تسبب في ايقافها، وهي بعيده تماما عن ان هي تكون يعني تتناول المنشطات، وكانت أزمة كبيرة، والحمد لله ربنا كرمها ورجعت وتألقت وجابت ذهب تاني، والدنيا مشيت زي الفل، وطلعت من الموضوع خالص. هي القصة بس كلها ان احنا محتاجين بقى، انا خليني استغل معلش الفرصة دي يا كابتن كريم بعد اذنك، نستغل الفرصة دي ان احنا برضو كلعيبة لازم نبقى نطلع على كل حاجة. دواء برد بس انت واخده مش واخد بالك منه، يطلع فيه حاجة يلبسك غرامة او يلبسك ايقاف. دواء بس يبقى فيه فات بيرنر او لحوارق الدهون او الحاجات اللي شبه كده، يعمل زي ما عمل مع الكابتن كريم. فيا ريت ناخد بالنا من القصة دي. في اكل كمان يا كابتن، يعني أكل. في اكل والله. في واحدة كانت بطلة برضو في اسماعيلية، رفع اثقال برضو، وقفت برضو 4 سنين. 4 سنين عشان كانت كبدة مستوردة، الكبده فيها. ايوه حصل. فهي الفكره حصل. هي اكل كمان هي اصلا كان الوقت ده كانت الحاجات دي متهرمانه، كانت واخده جروث هرمون، وهي عيني اخذت منها وحصل كذا عشان يتثبت. كان في حاله اعتقد كانت في المكسيك شبهها، فاخذوا موضوع كبير برضه. قصه هي بس يعني انت وحظك. نتعلم بقى كده ايه، ان احنا ما ناكلش كبده من الشارع. لا احنا ما ناكلش خالص. هي الفكره ولا اكل ولا بتام، يعني انت مثلا كنت تعبان باخد ايه؟ ما اعرفش اخد ايه. يعني ما تاخدش، خليك مع الجهاز الطبي، خليك مع الجهاز الطبي. الجهاز الطبي بقى عنده نشره دايما. انا فاهم بس في حاجه بص، الحاجات المستورده كلها يعني انا يعني الاكتيف ستيم اللي برشام انا كنت باخده ده، مش الروشته بنفسها مش موجود فيها الماده اسمها سيبوترامين. الماده دي مش مكتوبه في روشته، فانت غصب عنك يعني. انت مثلا الدكتور بيشوف المكونات بتاعتها ايه. هي كان فيها سيموتروبين. سيموتروبين على طول يا باشا، ده انت مسافر على طول. انا عمري ما هنساها. عمري ما هنساها، اسم يعني اسم صعب قوي بس. عمري ما هنساها. وعمرك ما هتنساه. لا 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 خالص. هي الماده مش مكتوبه في روشتة يعني. طب انا دلوقتي كبني ادم طبيعي، انا شايف الدواء، اي دواء مكتوب مثلا فيه 1 2 3 وهما كانوا حاطين 4 بس مش كاتبينها. طب انا يعني مش انا ككريم كلعيب، لعيب عامه في العالم كله، طب انا ذنبي ايه؟
تيجي خطيبنا بقى الشركه نفسها اللي كانت في المانيا وحللتوها حللتوا الحاجه حللنا البرسيم نفسه وخطيبنا الشركه في المانيا نفسها قالوا لنا لا دي ما مالناش دعوه مش كنا عارف انت ما فيش رد انت مش هتعرف تعمل معاهم حاجه خلاص. بس هقول لك على حاجه برضو للامانه انا كنت بتكلم مع الناس في الوكاله المصريه لمكافحه المنشطات وقالوا لي حاجه برضو ما كنتش عارفها انه بعض من الامور اللي هي المكملات اللي بتتاخد دي لما بيحللوها بيلاقوا فيها عناصر زي التست مش موجوده في المكونات لكن هم بيحطوها جوه المكمل ده. هي ما هي دي بالنسبه لك انت يعني انت كبني ادم بتجيب الحاجه عشان وتشربها عادي المكونات بتاعتها فيها 1 2 3 هم بيحطوا لك حاجه معينه طب انا ذنبي ايه يعني انا ككريم كلعيب عامه كفي يعني في مثلا حد برضو كلمني من فتره بيقول لي انت عملت ايه انا كنت بشرب بي سي دبل ايه بي سي دبل اي برضه في ناس بتحلل البي سي دبل اي اكتشفت ان جواها تيست خد بالك ففي قال لي انا بشرب عادي ومكونات عادي وطبعا اعمل ايه هو بيقول لي انا عشان انا ايه خبره يعني قلت له والله بس انا عامه عملت الاجراءات 1 2 3 وحللت وعملت قال لي انا قعدت شهر بعمل الكلام ده مش الاجراءات دي فقال لي طب انا حد يعني معين قال لي طب انا اعمل ايه دلوقتي قلت له بص انا ما اعرفش يعني انا هو ده اللي انا عملته وصلت بالدكتور اللي كان معايا وتعامل هو بقى فهو يعني غصب عنك طب بي سي ده ما فيهوش حاجه يعتبر يعني كبني ادم طبيعي ما فيهوش حاجه البي سي ما بيبقاش موجود فيه حاجه بس حد برضه من الدكاتره في الوكاله المصريه لمكافحه المنشطات قال لي جواه تيست حلله بالظبط يعني انا كل ما اجيب ماده احللها ما انت عشان تحلل الماده اساسا هتروح للجهاز الطبي وتقول له ده مسموح بيه ولا لا واللي مش هيبقى مسموح بيه مش هتاخده واللي بقى عنده شك فيه مش هتاخده ما فيش دكتور هيعرف يا كابتن لا مستحيل والله ما في دكتور هيعرف لا مستحيل بص بعد الهوا هقول لك الموضوع يمشي ازاي اصل انت عارف انا جماوي انا عارف فالموضوع بتاع السبلمنتس ده كله حبيبي بقصته بتفاصيله وببابا غنوجه كله على بعض يعني مش عايز اقول لك على حاجه انا كنت هوقف واحد من اللعيبه طول عمره ما كانش هيشم الكوره خالص يعني كان بيقول لي على حاجه معينه كنت اقول له خدها وكان هيتوكل على الله وكانت تبقى كارثه يعني فانا خبره بس لحقته يعني قلت له لا ده ما تعملش كده يعني فبعد الهوا اقول لك القصه دي انا بس عايز اسالك قبل ما اختم معاك في جزئيه البنك الاهلي انت تالقت جدا مع الاسماعيلي وظهرت بمستوى كويس جدا مع النادي الاهلي الزمالك تقييمك ايه بقى لفترتك مع الزمالك الزمالك يعني مش هقيم نفسي عشان ما لعبتش كتير ما لعبتش كتير يعني مش عايز اقول كده بس انا اتظلمت جدا يعني كل مدير فني يقول لي انا هلاعبك انت جامد جدا يعني كان مسكنا كابتن طارق يحيى اول حاجه يعني الراجل ده بقى بحييه بصراحه كان واقف معايا اول ما مسك كان قال لي لا انت بص يا كريم هتلعب كده حتى اي مدير فني هيجي هيلاعبك كابتن طارق يحيى بصراحة ولعبت معاه بعد كده جه ميتشو اول ما مسك مره واحده كنت انا بادئ الماتش بعد كده بره السكور ماتش يعني من غير ما اعمل اي حاجه ولا يعني ما عملتش حاجه ايوه بره السكور بعدها بكام ماتشات وديه نلعب بجيب والله ما بهزر بجيب 3 اجوان عملت لاعب فرقه درجه اولى بجيب 3 اجوان جوني ماشي كويس جدا الاقي نفسي بره السكور برده ما اعرفش ايه السبب يعني ليه جه لغايه اخر مره راح مشي جه كارترون على ما اظن لعبنا ماتش ودي جبت 4 اجوان اول ماتش ودي معاه قال لي بص انا عايزك قال لي انت مش هتطلع من الملعب معايا لعبت اول ماتش انا فاكر بالظبط لعبت اول ماتش نزلت ربع ساعه كنا خسرانين من الجيش 3-1 جبت جون اول ما نزلت جبت جون بعد كده جبت جون تاني اتحسب ستايل بعد كده جبت كوره في العارضه ماتش سموحه اللي بعده المفروض بقى هاخد مساحه كبيره قوي لعبت 10 دقائق في الاخر كان ماسك سموحه كابتن حسام حسن الماتش كله سموحه بتهاجم ايوه نزلت ضيعت كره غريبه برضو بصراحه يعني. وعملت كره مصطفى محمد وعملت حلو قوي 10 دقائق رحنا للجون لما انا نزلت بعد 10 دقائق دي خلاص انا بقى قلت خلاص بقى انا هبقى هكون موجود بعدها لقيت نفسي بره السكور كل الماتشات يا نهار مش عارف جه باتشيكو قال لي كده بالثاني ما لعبتش برضو معايا قال لي يا بص انت قال لي انت اللعيب الوحيد اللي انا ظلمته يعني باتشيكو بنفسه ده هو ماشي قال لك لا كده. لما انا مشيت اعاره قال لي انا عايز قال لي بص في اعاره جايه لك في كذا فريق عايزك فانت انا عايزك تروح عشان انت تلعب انت لو قعدت هنا هتتظلم شويه وانا ظلمك فانا لا انا عايزك تروح وتلعب وانا هتابعك وانا بحبك جدا وهتابعك وهبقى اكون موجود معاك والكلام ده فعلا
طيب من بين الثلاث أندية الكبيرة اللي انت اشتغلت فيهم ولعبت فيهم، الأهلي، الإسماعيلي، الزمالك، ايه النادي اللي نفسك ترجع له تاني؟ ها؟ بعد التليفون، بعد الهواء اكلمك اقول لك. بعد الهواء، ماشي خلاص اتفقنا. مش عايز تقول على الهواء يعني؟ بس حاجه اقول بكره. بص اصل الثلاثه كل واحد يعني كل حاجه، الاهلي هو اللي عمل اسم كريم بامبو. ماشي. بصراحه. ماشي. بامانه يعني هو اللي خلى الناس تعرف حاجه اسمها كريم بامبو. ماشي. نادي الاهلي هو بيتي، انا متربي فيه. ماشي. إيه الاسماعيلي لما جه لي صليبي رجعني تاني من اول وجديد. حصل. وعندي والعلاقه بتاعتي بينه وبين الجمهور الاسماعيلي ده حاجه، بص يعني من الناس اللي بحبها جدا. حصل. ووقفوا معايا جدا. بس فعشان اجي اقول لك مثلا لا ده انا اهلي او زمالك او اسماعيلي، طب ليه؟ وللزمالك لما لعبت فيه ما حطش مشاكل ما بينه وبين الجمهور ولا باي حاجه، ومشيت باحترام ورحت باحترام ومشيت باحترام. طيب يعني نقول ان الثلاثه بالنسبه لك اللي هيبقى في اي فرصه فيه تبقى موجوده تبقى سعيد، نقول كده. بس في نادي مايل على قلبي، بس اقول لك بعد الفرق. ماشي، وانا هبقى اقول بكره. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن كريم. انا بشكرك جدا جدا يا حبيبي، بتمنى لك كل التوفيق. كابتن كريم بامبو، نجم الاهلي والزمالك والاسماعيلي وحاليا البنك الاهلي. طيب انا كنت في اخبار وتفاصيل، بس عايز اقول حاجه تعقيب سريع بس. الموضوع اصله فيه التباسات كتير على فكره، موضوع التغذيه والمكملات الغذائيه. بحاول بس انقي كل حاجه من الكلام ده، لانه هكلمك الكلام اللي بتاع الكوره، الكلام العلمي اللي الناس بتشتغل بيه بره. اي نادي في الدنيا ما بيبقاش عنده بس استشاري تغذيه، بيبقى عنده فريق متخصص للتغذيه، فريق كامل متخصصين اسمهم متخصصين في التغذيه. فالناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي تقول لك والله ده مسموح بيه ومصرح بيه واحنا حللناه وتاكدنا منه، فده اللي انت تاخده وبالتالي ده اللي انت تعتمد عليه. والناس دي ما بتبقاش يعني على الله، الناس دي بتبقى دارسه يعني وفاهمه كويس هتعمل ايه. وبالتالي ده بيحصل تحت اشرافهم وتحت اشراف الجهاز الطبي، لانه هي المظله بتاعت اي فريق في الدوري، في جهاز طبي، الجهاز الطبي بيطلع منه التغذيه. فرع اصيل وقوي بس في مصر على الله ان شاء الله. ما حدش يزعل مني. الانديه في مصر بتتعامل مع التغذيه، انت عايز تظبط جسمك روح بره بقى، انت عندك روح لدكتور فلان الفلاني، هو كويس في عايز تزود نفسك زود نفسك. فك في لعيبه ماشيه كده، اديها مكرونه في بطاطس، في اديله نشويات، مش بننزل نجري في الملعب خلاص. فيقول لك انا، في واحد مثلا يقول لك انا بلعب، في حاجه اسمها تحليل الكتله العضليه والتحليل بتاع عدد او الدهون في الجسم بيعمل ازاي. انا بعربه يعني، بس هو جهاز معروف كلها اسمه الان بودي. فيجي مثلا يعمل التحليل ده فيطلع عنده 25% دهون، ده رقم، او 25 كيلو دهون، ده رقم. فيقول لك انا اعرف لعيبه والله بجد كده، لعيبه كده يقول لك اصل هو متعود طول عمره يلعب وهو 22 و23 كيلو دهون، 22 و25% دهون. على فكره النسبه المئويه بتفرق عن الكيلو، بس انا بحاول اقرب لحضراتكم المواضيع اشرح لك بالمثالين يعني. اصل هو متعود طول عمره كده، اصل هو كده وبيقدم المستوى ده. فاقول لهم يا جماعه طيب ما بسيطه جدا جدا، ما تجربوا تخسسوه توصلوه ل 13 كيلو ولا 11 كيلو وشوفوا هو بقى عامل ازاي. ده هيبقى دبل اللي هو بيعمله، يعني لو هو ده ساحر هيبقى بقى راجل بيطلع نار من بقه بقى وبيطلع فوق وبيطير في السماء وبيعمل كل حاجه. فحتى اللعيبه ما بيبقاش عندها الفكره، يقول لك ما هو كده حلو، انا ببقى بقلص كده في ال 25 والدنيا بتبقى ماشيه كويس خلاص. يقول لك اصل هو خشب وعريض، ولا خشب وعريض ولا حاجه، هي كلمتين بيتقالوا كل سنه وانت طيب. لانه ده تحليل يا جماعه، تحليل للكتله العضليه، فيقول طلع الكتله العضليه قد كده. اللي انا عارفه ده المتخصصين عارفينه ومؤمنين بيه بنسبه 1000000%. طب احنا المشكله اللي بقول لحضراتكم عليها، احنا ما عندناش ايمان كامل بدور التغذيه كعلم وكفرع اصيل في كره القدم. احنا بنتعامل معاه لانه هو شيء مكمل للمنظر العام، فتمام عندنا تمام، ما عندناش يروحوا يتابعوا بره، كل واحد يتابع بقى. على فكره في فرق كده بيروح يتابع، كل واحد يتابع مع نفسه. وفي لعيبه يقول لك لا يا باشا انا ما اتابع ليه، انا تمام الدنيا تمام، انا اتمرن واصحى الصبح وبتاع زي الفل. تلاقي مثلا لعيب بيقوم دبب
فول وطعميه وبتنجان وبطاطس، وبعدين يقوم داخل على التمرين يخلص التمرين يقوم حابس بكشري يخلص يقوم مديها مكرونه يقوم مديها بيتزا وكل سنه وانت طيب، ويطلع تاني يوم ده ملوش اي علاقه، انت عمال تدي تحقن نفسك في كربوهيدرات وفي نشويات وفي حاجات كلها مضره تماما لما بتزيد بالشكل ده. الحاجات دي بتتاخد بجرامات معينه يعني، ده الناس بره بتشتغل كده الحقيقه يعني. فده بيحصل ايه بقى؟ بيحصل انه دكاتره التغذيه هي اللي بتدي المكملات اللي بيبقى مسموح بيها واللي بتبقى تحت اشرافهم واللي بيبقى معمول لها تحليل كامل. فده لانه ما بيحصلش فبيحصل اللي بيقوله كريم بامبو ده، اللي هو ما فيش حد بيعرف يا كابتن. ليه؟ لانه الجهاز الطبي ما بيكونش عنده الدرايه لوحده، ما هو محتاج حد بتاع تغذيه. هو هياخد له بقى ده يقعد يحلله له، هو جهاز طبي ادويه بس. انما المكملات والحاجات دي بشغل التغذيه، شغل التغذيه اللي مش موجود في مصر بالمناسبه. طيب اخر حاجه بس في الاخبار بتاعت الاهلي، انه كولر اول لما جه لاحظ انه في مشكله ليها علاقه بضربات الراس عند لعيبه الاهلي، فطلب جهاز معين للتدريب على ضربات الراس. زي ما الراجل بيشتغل على الضربات الثابته والضربات الركنيه، هو كمان شغال على ده. الجهاز جه وتركب في التتش والمفروض انه شغالين بيه اهو، علشان حضراتكم تكونوا في الصوره يعني. هو الراجل طالب بالجهاز ده، قالك هو بيركز عليه وبيركز على كل النقاط المتعلقه بالجزئيه دي. طيب عندي اخبار وعندي تفاصيل كمان فيما يتعلق هذه المره بالقلعه البيضاء نادي الزمالك بعد الفاصل السريع اللي جاي، خليكم معانا. طيب خليني اقول لحضراتكم حقيقه غياب الونش عن الزمالك حتى نهايه الموسم، الموضوع عامل ازاي. طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا وشفتوا الونش في انجلترا، وكان نزل صوره معاه نجمنا المصري المحبوب محمد صلاح بعد ما اجرى العمليه الجراحيه. طيب الونش هيحتاج ل 10 ايام لحد ما يلتئم الجرح بتاع العمليه، وبعدين هيخش في فتره تاهيل، وهيكون موجود احنا بنتكلم في بحر 5 شهور هيشتغل لحد ما يكون موجود في الملاعب والمشاركة. فتقدر تقول ان الموسم بالشكل ده هيكون انتهى، الا اذا الراجل قدر ان هو يجي على نفسه شويتين ثلاثة ويدوس في الموضوع ويحصل مثلا تعافي، هيبقى في شهر مايو، وده هيبقى متبقي على الدوري شهر، وبالتالي هيكون فكرة المغامرة بيه في الشهر ده ملهاش معنى الا لو الزمالك كان في حاجة ماسة اليه استدعت ان هو ينزل، وده مش هنقدر نشوفه من دلوقتي. بس ادي المشهد كله بالكامل. ان شاء الله باذن الله الونش يرجع مبسوط من الابتسامه الحلوه اللي على وجه الونش، والرضا والرضا بالمكتوب ده والرضا بالاصابات. يقول لك دايما لعيب الكوره يقول لك ايه، عندهم تعبير كده لطيف قوي من التعبيرات الحلوه، يقول لك الاجوان رزق والاصابه رزق، فالتعامل على انه ده بيرضوا رزقك بتاخده من الدنيا دي حاجه كويسه جدا، من الحاجات اللي بتعجبني يعني. فاتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق والعوده سريعا. الزمالك هيعدل عقود 3 لاعبين في صفوف الفريق. انا بتكلم على مين تحديدا؟ انا بتكلم على امام عاشور. امام الفتره اللي فاتت قال انه في كلام كتير على رغبته في الاحتراف، انه عنده العديد من عروض الاحتراف العربيه ممكن يخرج في يناير، ده الكلام اللي بيتقال. طيب الزمالك بيتحرك في ايه؟ الزمالك بيتحرك في تجديد التعاقد بتاع امام عاشور ومحمد صبحي وفتوح، التمديد والتجديد، التمديد وزيادة كمان الرقم اللي هم بياخدوه. ده ما يتعلق بأخبار وتفاصيل القلعة البيضاء نادي الزمالك. بعد التقرير عن أبرز المستبعدين من المونديال هروح لفاصل، وبعد الفاصل معلوماتي هخليكم معانا، وهيبقى ضيف يضيف حضراتكم أحمد شوقي وكواليس مهمة في القلعة البيضاء نادي الزمالك، وأحمد عبد الباسط وكواليس مهمة جدا في معسكر منتخبنا الوطني. خليكم معانا في جمهور التالتة. جدد الترحيب بحضراتكم مره تانية في جمهور الثالثه، وجه معادنا مع معلوماتي ونجومنا اللي مشرفينا استاذ احمد شوقي. ازيك يا ابو الشوق، اخبارك ايه؟ ازيك يا ايمن، عامل ايه؟ اخبارك عامل ايه يا صديقي العزيز؟ الحمد لله انت كويس؟ كله حلو الحمد لله تمام يا رب دايما. استاذ احمد عبد الباسط اهلا وسهلا بيك. استاذ احمد مساء الفل يا نجم، اخبارك ايه؟ كله زي الفل، كله تمام؟ كله تمام يا رب دايما. معلوماتي، ابتدي المره دي مع عبد الباسط ممكن؟ يا سلام. انت انا النهارده الحدث معاه النهارده نشوف الدنيا ماشيه ازاي في المنتخب. اصيله شوقي،
اخويا شاول هترجع له تاني ولا ايه؟ خلاص انا عارف انا غلطان يا شاول. لا خلاص طيب اتفضل يا مستر. معلوماتك ايه؟ معلوماتي طبعا القايمه انت اعلنت بس في بعض التفاصيل تاهه على الناس شويه او الناس بتسال فيها. اهم هذه التفاصيل خاصه بياسر ابراهيم ومحمود متولي وكريم فؤاد، وبالرغم كل ما قيل هقول لك انا تفاصيل لسه ما اتقالتش دي اول مره. يلا. نمره واحد، الراجل لما استدعى محمود متولي ولما خد ياسر ابراهيم والناس قالت ان ياسر ابراهيم الاهلي ما رضيش يبعته، خلينا اقول لك انه بعد مباراه الداخليه كان في اجتماعات تنسيقيه بين فيتوريا والمدير الفني للنادي الاهلي كولر. هذه الاجتماعات قال له انا هختار اللعيبه دي، ما كانش فيها ياسر ابراهيم ولا كريم فؤاد. ماشي. طبيعه الحال يعني. فبناء عليه كولر تم الاتفاق، قال له انا هعمل عندي انا حمل تدريبي معين هعمله، لاني هدي اللعيبه 5 ايام اجازه اللي هم عايشين فيهم دلوقتي الخمس ايام الراحه دول. فالراجل جه طلع اللعيبه اللي راح المنتخب ما ينفعش يديهم هذا الحمل يعني، طلعهم بره هذا الامر. وكان منهم محمود متولي. لما راحت اللعيبه منتخب مصر محمود متولي جاله شد، وده طبيعي او في العضله الخلفيه، وده امر وارد يجري اي لعيب يعني، لكن محمود متولي كان مريح في نادي الاهلي 4 ايام. لما طلع ان المنتخب طلب مباشره ياسر ابراهيم من النادي الاهلي، فالنادي الاهلي قال له لا انا اللعيب ده اتدرب 4 ايام، وكان الاتصال بين الكابتن سعد عبد الحفيظ والجهاز الفني المنتخب. قال له فاللاعب عامل حمل الاربع ايام اللي فاتوا حمل زياده، لانه المفترض انه داخل على 5 ايام اجازه. وكان في تنسيق بيننا وبينكم، فهو عنده حاله اجهاد عام زيه زي باقي اللعيبه. لو جه اللعيب المنتخب ممكن يبقى عرضه للاصابه. فتفهم الجهاز الفني لمنتخب مصر هذا الامر بناء على اتفاق مسبق. لما محمود متولي راح المعسكر معاه تقرير واتحاد الكره اخفاء، او المنتخب قال لك لا مش هناخد بيه، ما كانش في الكلام ده خالص، لانه هو كان مريح راحه سلبيه مع النادي الاهلي لمده 4 ايام. لما طلبوا ياسر ابراهيم قالوا لا مش هينفع ياسر ابراهيم لانه عنده كذا كذا، وبالود الموضوع ما فيش فيه اي خلافات او رفض. ده بالنسبه للاثنين دول. بالنسبه لكريم فؤاد، بص في البدايه هو فيتوريا استبعده، لان هو لما خد كريم فؤاد كان واخده باك يمين، فهو بالنسبه له قناعاته في الحته دي بعمر جابر واكرم توفيق. ماشي. هو لعب في النادي الاهلي في مركز الحته اللي قدام، انا بالنسبه لي عندي فيها ناس كتير. انا مش هبقى محتاج كريم فؤاد في الحته دي، عشان بس نقفل الموضوع انه انا خدته في الحته دي ليه او ما خدتش. هو الراجل مش محتاجه في الحته اللي فيها اكرم توفيق وعمر جابر، وبالمناسبه حتى هذه اللحظه اللي بكلمك فيها رقم واحد عنده في الباك اليمين هو عمر جابر. يعني ممكن نلاقي ده في ماتش بلجيكا يعني. بغض النظر عن المعطيات بتقول اكرم او الكلام ده، لا بس انا بقول لك رقم واحد عند الراجل لحد دلوقتي عمر جابر. نمره 2، هو النادي الاهلي زعل شويه من فيتوريا من تصريح هو قاله، لما قال انه كريم فؤاد الناس زعلانه ليه، انا خدته من النادي الاهلي وما كانش الجهاز الفني النادي الاهلي بيثق فيه زي ما انا وثقت فيه وخدته. ده عمل شويه زعل عند النادي الاهلي. كابتن سعد عبد الحفيظ تواصل مع منتخب مصر وقال لهم انه الراجل ما كانش ينفع يقول هذا التصريح، ده لعيب بيلعب عندنا، وانت لما خدته من عندنا خدته وهو بيلعب، ما خدتوش قاعد على الدكه يعني. فحته ان احنا ما بنثقش فيه دي جبتها منين؟ ما تهمدلناش اللعيب، ما تهمدش اللعيب بالظبط، ده اللفظ اللي اتقال بالظبط. فرد الجهاز الاداري لمنتخب مصر قال له انه الراجل ممكن خانه التعبير، والراجل هيطلع يرد، وبالفعل الراجل طلع رد امبارح ووضح الصوره. بس انا بجيب لك التفاصيل حوالين كويس، ما دي الكواليس، ما دي المعلومات، دي الكواليس اللي دي حوالين هذا الامر، مش الامور ماشي التي اعلنت يعني. ده الخاص بالنسبه لكريم فؤاد، والخاص بالنسبه لمحمود متولي وياسر ابراهيم. المنتخب خلاص هو هيسافر يوم 13 الكويت، محمد صلاح وبعض المحترفين هينضموا يوم 14، الماتش يوم 18 الساعه 4 بتوقيت القاهره ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا ابو الشوق. يمكن احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن محمود حمدي الونش، واحنا كنا قلنا انه اخيرا طلعت له التاشيره بتاعته انه هيسافر خلال ايام، وبالفعل سافر. احنا جايين النهارده نتكلم في بعض المواضيع الخاصه باصابه الونش، وفي مفاجاه احنا هنقولها دلوقتي للناس كلها. اول حاجه طبعا محمود حمدي الونش سافر عمل العمليه، الدكتور اللي عمل العمليه ليه هو نفس الدكتور اللي عمل لمحمد النني لاعب ارسنال والزمالك، ودى الونش يعمل العمليه بتوصيه انه محمد النني اصابته كانت شبيهه، انت عارف ان كان وقتها ما تم اتصاب النادي حتى ارسنال ما اعلنش ايه اللي حصل، هي كانت نفس الاصابه، قطع في وتر العضله الخلفيه ناحيه الركبه، فدي اصابه زي ما بيقولوا رخمه شويه، فهي محتاجه دكاتره معينين هم اللي بيعملوها. بناء عليه الزمالك انت عارف كل دلوقتي في مصر معظم اللعيبه بتعمل العمليات بتاعتها في المانيا، لا اللاعب عملها في انجلترا. ماشي. تمام. ماشي. الدكتور بتاع النني هو اللي عملها وكانت توصيه، واللاعب هو اللي كان تواصل النني كان ساعد في الحوار ده. ماشي. دور هو محمد صلاح في الموضوع على فكره كبير، وحتى الونش نفسه شكر محمد صلاح انه كان تدخل، وكان اتكلم ان هو دخل في حوار سفره وساعد في استخراج التاشيره بتاعته، لان هو كان قاعد فتره عشان يعمل العمليه بتاعته. الناس كلها كانت بتتكلم وبتقول طب يا جماعه المفروض ان الونش اصلا عنده عمليه مؤجله
في الغضروف بقى لها حوالي سنه ونص. ايوه المفاجاه اللي احنا بنقولها الونش ما عملش عمليه الغضروف. الدكتوره ما جه فحص قال له افضل قرار انت خدته لمسيرتك الكرويه ان انت ما تعملش عمليه الغضروف. ليه بقى؟ قال له انت اصابتك بتتعالج بالتاهيل تتعالج بالتقويات. ان انت تعمل عمليه في الحته دي بتاعت الغضروف في الجزء ده تحديدا من الغضروف هيخليك كل فتره معرض ان انت تتصف اي التحام قوي، فالافضل والقرار اللي انت خدته صح لمسيرتك ان انت ما تعملش العمليه، فبناء عليه انت مش محتاج العمليه. اما جه فحص بس له له طريقه معينه في الحمل التدريبي. في الحمل التدريبي كل وده كل ده هيتم التنسيق فيه بقى مع الجهاز الطبي للزمالك. المفروض كان الدكتور محمد اسامه يسافر وما سافرش نتيجه انه كانت التاخيره بتاع التاشيره بتاعته يعني الدكتور فحص بقى فشاف قال له لا، قال له انت مين قال انت محتاج الغضروف؟ هو ما كان بيتكلم ده طول الوقت طول الوقت كان انه بيتحامل وبتاع. هو لا، هو كان في رايين طبيين، راي ان هو يعمله لا، فطبعا اما رحنا بقى راي البروفيسور اللي هو الراجل بقى اللي هو يعني شاف الموضوع كله فحصه قال لا انت مين قال انك تعمل عمليه الغضروف؟ انت بالعكس انت الاحسن ليك ولمسيرتك ان انت ما تعملهاش، ان انت تكمل زي ما انت على التاهيل والكلام ده كله وتلعب عليها بشكل طبيعي. وخصوصا ان انت مع فتره الراحه اللي انت هترتاحها بعد العمليه دي هيبقى زي ما بقول لك ايه، ما فيش حمل على الغضروف بتاع الركبه، فتقدر تبقى انت تشتغل بشكل طبيعي. ان طبعا الاصابه بتاعته الناس قاعده تقول 4 شهور، الاصابه 6 شهور تمام، بالتاهيل ممكن توصل ل5 شهور مش اقل من كده. خلاص ده قرار نهائي. الونش المفروض انه هيرجع مصر من خلال من اسبوع ل 10 ايام، في 6 اسابيع هيفضلهم هنا في مصر تمام، ما بين راحه وما بين تدريبات خفيفه، بعد كده قرار التاهيل. قرار التاهيل لسه حتى الان في اكتر من مفضل، في مفضل ان هو يتعمل في قطر، في قرار ان هو يتعمل في الامارات، في كمان ممكن يرجع انجلترا تاني يعمل التاهيل. الزمالك من الاخر واداره نادي الزمالك قال له شوف الاحسن ليك ولمسيرتك واحنا معاك فيه، سواء احنا خلاك تعمل العمليه اللي هي زي ما اقول لك البادجت الاكبر في انجلترا، فاحنا ما عندناش مشاكل ان انت بعد كده ان انت حتى تاهل في انجلترا. والمنتظر انه ان شاء الله يعني الونش نتمنى له السلامه انه هيبقى موجود في الملاعب على شهر 4 أو 5 الجاي ان شاء الله باذن الله. اتفضلي يا استاذ عبد الباسط معلوماتك. عصام الحضري مشي وقعد في يوم واحد في المنتخب الاولمبي. ايه القصه؟ بص عشان نبقى نحط نقط على الحروف، ان عصام الحضري والكابتن محمد بركات وكابتن وائل رياض وميكالي هو منتخب قفل على نفسه شويه، ولكن في ازمات داخليه، لا في ازمات داخليه وفي شويه مشاكل. بدا الموضوع انه في ماتشين للمنتخب الاولمبي مع المغرب يوم من الفتره من 14 ل 20 الشهر الجاري. فالماتشين دول كانت وجهه النظر انه الكابتن عصام الحضري عايز 3 حراس مرمى في هذه القائمه، يبقى مع اللعيبه يعني تحسبا كورونا، تحسبا لبرد، تحسبا لحد يتصاب، وده الطبيعي انت تلعب ماتشين سفريه. كمان انت عايز تفيد لعيبه بماتشات دوليه، تقدر تلعب بحارس هنا وحارس هنا. ولكن فوجئ بعد ما اداهم الثلاث حراس، فوجئ ان القائمه اعلنت على موقع الاتحاد الرسمي لكره القدم فيها 2 حراس. فكان رد فعله شويه ان هو متضايق ما ينفعش والكلام ده، ووصل وجهه النظر دي لميكالي، ولكن ميكالي قال له ان اتحاد الكره اللي عايز كده، اتحاد الكره المصري هو اللي عايز انه السفريه تبقى 22 لعيب 20 لعيب علشان خاطر 22 لا 20 لاعب واثنين حراس علشان خاطر القرار الوزاري العدد قليل، مع عدد الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي عدد كبير جدا 16 واحد. 16 واحد 16 واحد يعني الجهاز الاداري، الجهاز الفني الإداري كله بال 16 واحد الفني. منهم مثلا نقول 5 جهاز طبي على عامل على 2 محللين اداء على الجهاز الفني على الكابتن محمد بركات، فهم 16 واحد. طب يعني يجوا على لعيب، هو اللي حصل دي دي جديده دي هو ده اللي حصل يعني ده اللي حصل ده اللي حصل على لعيب، ده امر واقع يعني ده اللي حصل. هي يعني هم واخدين جهاز طبي 5 اللي اعرفه ان المنتخب 15 العدد المنتخب الاول المنتخب الاول 15 واحد. طيب يعني هم جهاز طب المنتخب الاول اقل من جهاز طب المنتخب الاولمبي. ايوه ما هو ده اللي انا عارفه. هم مثلا مش خايفين يتصاب منهم لعيب؟ وده طبيعي وده وارد، منهم حارس مرمى وده وارد ده يعني. هقول لك بقى التفاصيل، ان هم لما حتى ليه احط نفسي في الريسك ده بالظبط؟ ما اشيل واحد من اي يعني انا جايب جهاز طبي ولو اتصاب واحد عندي الجهاز ده مش عارف يعمل له حاجه ولا ينزل في مكان. قال لك انه الحضري ممكن يتكلم في الموضوع، فاحنا ايه نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا، فنطلع خبر انه الحضري في مفاضله برضه تاني نفس المدرسه يعني برضه تاني نفس المدرسه ان اتنين مفاضله بين اتنين عشان كده هو روح يعني روحوا لي روح يومها بالليل. كده كان حاجه تاني يوم قعدوا الساعه 3 كانت حاجه متسربه قعدوا الساعه 3 تم ارسال خبر اخر انه في قعده وديه وتم تفهم وجهات النظر، وانه الكابتن عصام الحضري لو حصل ان في حارس او لا قدر الله في مصاب هنبقى نستدعيه بعد ما نوصل هناك والكلام ده.
خلصت القعده على انه خلاص مفيش مشكله الحضري مكمل ومفيش اي مشكله وكان طيب الكابتن يعني محمد بركات. طيب هتطلع انت الوحش عشان قلت الخبر دلوقتي؟ ما هو مش هطلع انا وحش اصل انا بقول لك انه في خلفيات قديمه. خد بالك قبلها بكام يوم اللي كان يمشي كان كابتن وائل رياض ما كانش الكابتن عصام الحضري. سيبوا الموضوع كله اللي حصل مفيش في عباس لا لا اسمع بس هجيب لك لا 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 سيبوا الموضوع كله باللي حصل بمشاكلهم هم بازماتهم باللي حصل باللي راح باللي جه ويمسكوا في اللي قال الخبر. لا مش همسكوا فيها اول لما يكلموني اول لما يجي ايه ده ابراهيم قال ابراهيم قال اول لما يجي يمسكوا في اللي جاب الخبر هيقولوا مش انا حد كان ورا قال لي ابراهيم ينفع اللي قاله قلت له قال ايه وانا اللي قال الخبر قلت له طب سيبني اكلمه بقى ارجع له اشوفه قال ازاي الكلام ما شاء الله هو عيني دايما جايب شعره على جنب هو اصلا في خلفيات قديمه انا عايز اقول لك انه كابتن وائل رياض هو اللي كان من يومين ثلاثه كان ميكالي زعلان وكان ممكن في شبه قرار ان هو يقول لك ليه في شويه خلافات انا بقول لك في خلافات في هذا المنتخب حتى على سكن الراجل اللي كان هيقعد فيه في بعض الخلافات عليه بس ده وائل رياض ده الحسن الوحيد اللي هم عملوها بالظبط هو يعني المفروض طبعا كابتن وائل وكابتن عصام ومن قبلهم كابتن محمد شوقي الناس دي طبيعي ان هي يعني نستفاد منها بعد السيره الذاتيه بتاعتهم عمالين نشتغل عليهم نشتغل عليهم وقت ما يجي الوقت ان احنا نستفيد منهم نبقى متشكرين جدا يعني برضو انا لسه لحد دلوقتي واقف عند الكابتن شوقي يعني انا قعدت اشتغل عليه كابتن محمد شوقي قعدت اشتغل عليه التطور الطبيعي ليه ان هو مدير فني في يوم من الايام فانا رحت ايه قلت له انت خدت خبرات كويسه طب شكرا متشكرين طبعا اللي جه مكانه دلوقتي هو كابتن ايمن عبد العزيز انا بحبه جدا وصديق شخصي والكلام ده ملوش علاقه بالكابتن ايمن بس بتكلم انه لو احنا كنا بنتكلم وكان الكابتن ايمن هو في نفس الموقف كنت اقول نفس الكلام لو كان عبد البسط نفس ما كنت اقول نفس الكلام فكره ان انا اطور الراجل اللي اشتغلت عليه يعني طيب انا دلوقتي بقى اللي بقوله هنعمل ايه مع الكابتن ايمن عبد العزيز هنخليه يشتغل مع فيتوريا شويه ولما فيتوريا خلص المرحله بتاعته هنقول للكابتن ايمن شكرا انت خدت فرصتك ونجيب حد تاني ما عملناش حاجه طب ايمن موجود اهو بقى امسكه فيه واشتغل عليه كويس عشان خاطر في يوم من الايام التطور الطبيعي بتاعه انه يبقى راجل بس هو ككادر فعلا مدير فني تم تاهيله واشتغل مع كابتن شوقي غريب ولعب مع كابتن حسن شحاته وانا اهلته واشتغل مع كيروش وهو حلقه الوسط كان كابتن حسن شوقي يا اما يكمل يا اما يمسك منتخب الاولمبي اتمنى بقى تداركوا الموضوع ده في وائل رياض بالظبط يعني وائل رياض يبقى هو التطور الطبيعي لانه يبقى في يوم من الايام المدير الفني للمنتخب الاولمبي اخد قد كده مع الكابتن شوقي غريب واخد شغل قد كده واحتكوا حب بمدارس كتيره معيشات. وراح معامل معيشات وبعدين اشتغل مع منتخب مصر فكره السن كمان خلاص دلوقتي انت بقيت 41 سنه يعني شيتوس او محمد شوقي مع كامل الاحترام ليهم 41 سنه بالزبط. انت دلوقتي نيجلزمان بيدرب بايرن ميونخ عنده كام سنه 36 37 طب الموضوع يعني اتمنى بس يبقى هي يا ريت والله يفهموا المواضيع ان هي كده مش عايزين حقيقة هي دي المواضيع اللي احنا عايزينها احنا عايزين الدنيا تبقى كويسه اتفضل يا ابو الشوق اتكلم عن المنتخب الاولمبي لا هتكلم على امام عاشور اخباره ايه لا امام كده كده هو موجود مع المنتخب لا العروض اللي جايه مفيش اي حاجه لامام مفيش اي حاجه لامام كل الكلام اللي بيتقال كل الكلام ده على باب الله يعني مفيش اي حاجه كل الكلام وهو خصوصا ده خلاص هو قبل ما يروح المنتخب حصلت جلسه وهو تم تصفيه الامور بينه وبين مستر فيريرا هيجدد كده كده هو كان احنا كنا قلنا الاسبوع اللي فات انه كان تم الحديث مع وكيله واللاعب اللي طلب مهله وانا شايف انه الموضوع هيمشي انه كده كده امام هيجدد مع الزمالك بشكل طبيعي لان هو حتى لو في يوم خرج هيخرج عن طريق نادي الزمالك لان في الاخر هو اللاعب يعني هو حتى كان كلامه بيقول لهم انا اللي اخترت انضم لنادي الزمالك اما كنت جاي من حرس حدود كنت عارف وبعد كده في المحله انا اللي اتنازلت عن فلوس فانا اللي عايز ابقى موجود مع نادي الزمالك معلوماتك ايه معلوماتي نكمل في موضوع حمزه المسلوسي احنا كنا اتكلمنا في موضوع مهم في حمزه المسلوسي قلنا خلاص هو هيبقى خارج حسابات منتخب بسبب طريقه اللعب وده اللي حصل يمكن الساعات اللي فاتت بدا الكلام يتقال كتير في ظل ان احنا زي ما بقول لك في فتره توقف الناس زي ما بيقول لك ايه بتدور على الاخبار ففي ناس بدات تتكلم عن فكره حمزه المسلوسي وازاي حمزه المسلوسي ان هو بلغ اداره الزمالك رسميا ان هو مش عايز يجدد وان هو عايز يمشي في نهايه السيزون الكلام ده ما حصلش على الاطلاق حمزه حتى هذه اللحظه ما حصلش اي كلام بينه وبين اداره الزمالك باي شكل من الاشكال بخصوص عقده هو يحق له انه يمضي لاي نادي في يناير لكن هو بالنسبه له هو مرتاح ان هو موجود في نادي الزمالك موقف نادي الزمالك في الوقت الحالي ان نادي الزمالك شايف انه ما زال مبكرا انه يتكلم في حمزه يمكن الزمالك لما كان بيتكلم في اشرف بن شرقي ويحاول يجدد له مبكرا لانه عارف انه اوريدي الولد عنده عروض حمزه حتى هذه اللحظه العروض اللي جات له هي مش نادي الزمالك يعني نادي الزمالك هو بالنسبه له افضل برضو جزء خاص حمزه دلوقتي هو بياخد اجازه هو سافر بلده ياخد اجازه بعد استبعاده عن المنتخب يمكن انا بقول لك رد فعله من استبعاده عن المنتخب هو في حاله صدمه هو حاسس انه زي اتغدر بيه
لان هو كان شايف ان انا كنت راجل موجود مع المنتخب بقالي 3 سنين بلعب تصفيات افريقيا، بلعب كاس العرب، بلعب تصفيات كاس العالم، لعب ماتشين الصعود لكاس العالم، موجود في كل المعسكرات لغايه المعسكر اللي فات، اجي في اخر معسكر اللي هو بتاع كاس العالم يتم استلامه. طب ما تقيله بتبقى ما تقيله. هو حتى قال بالظبط باللفظ لاحد المقربين ليه في تونس، هو في اجازه في بنزرت اللي هي بلده، قال لهم بالظبط انا لو كان عندي ظهير اعلامي قوي كنت هروح المنتخب. هو قال كده، انا لو كان عندي ظهير اعلامي قوي وكانت تدافع عني كنت اروح المنتخب، وكانوا خافوا يستبعدوني في اللحظات الاخيره. طيب طيب تقدروا تشاركوا معنا في الفقره بتاعتنا زي ما حضراتكم متعودين في معلوماتي بقى، عندك معلومه حضرتك هتكتب الهاشتاج بتاعنا اللي هو الجمهور الثالثه يظهر لك دلوقتي على الشاشه، اسال شوقي وعبد الباسط اي سؤال انت عاوزه في فقره معلوماتي. هتبتدي السؤال بقى عندك معلومه عن، خلونا بقى ايه نزنقهم ونشوف هم مذاكرين كويس ولا مش مذاكرين كويس. اتفضل يا استاذ عبد الباسط. لسه في معلوماتي. معلوماتي لائحه اتحاد الكوره الخاصه او رابط الانديه الخاصه بماتش السوبر، ماتش السوبر بين اللي هو بيتلعب دايما واللي كانت لعب الاخير بين الاهلي ونادي الزمالك. نعرض اللائحه بس وعايز اعقب عليها لانه يلا. البعض قال لك ان اللائحه دي اتغيرت واللائحه كان المفترض ان اللي يلعب بطل الدوري مع بطل الكاس، ولو البطل هنا وهنا يلعب مع تاني الدوري. لكن احنا لو قريناها من على الشاشه هتلاقي انه الماده 62 يكون طيب الاتحاد المادة المصري المادة 63 63 طيب تفضل قول. يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم وإدارة مسابقة سنوية تسمى كأس السوبر المصرية، وهي مباراة واحدة فاصلة تقام بين بطلي الدوري العام وكأس مصر. المادة 64 تقام بطولة كأس السوبر المصري بين الفريق بطل الدوري والفريق بطل الكاس، ده الطبيعي اهو. وفي حالة فوز نفس الفريق ببطولتي الدوري والكاس عن الموسم ذاته تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيف الكاس. ماشي تمام، دي اللي احنا عايزينها لحد هنا، لانه الناس كلها بتتكلم على انه بطل الدوري ووصيف الكاس، لا ده بطل الدوري ولو هو اللي واخد الكاس يبقى تاني الدوري، لا ده مش حقيقي. بالدليل انه هو الناس اتكلمت في النقطه دي، هو كان دايما الاهلي والزمالك ده بياخد الدوري ده بياخد الكاس او ده بياخد الدوري والكاس، فتلاقي الطرف التاني هو الزمالك. لكن في الحالات دي لو نرجع لورا شويه هنلاقي انه المصري لعب كاس السوبر كان هو تاني الكاس مش تاني الدوري، طلع الجيش لعب كاس السوبر كان هو تاني الكاس مش تاني الدوري. فبالتالي الناس اللي طلعت واتكلمت على انه القايمه دي مفصله مع الموسم الجديد لاسباب معينه علشان انه الزمالك بطل الدوري وبيراميدز الثاني علشان الاهلي يبقى، لا الموضوع خالص بعيد تماما، ده السيستم اللي ماشي من الاول والمتعارف عليه بدليل مشاركه المصري وطلاع الجيش في النسختين اللي فاتوا. برافو عليك يا عباس، بصراحه الايضاح مهم جدا جدا عشان الكلام في الكلام الفاضي ده بيبقى دمه تقيل. يبقى اللائحه اصلا ما اتغيرتش، اهي بطوله الكاس يا جماعه زي ما جابها لكم عبد الباسط اهي، تتلعب بين الفريق بطل الدوري وبطل الكاس. طيب فاز الفريق ببطوله الدوري والكاس يجي مين؟ يجي صاحب المركز الثاني في بطوله الكاس، يعني اللي خسر النهائي في بطوله الكاس من الاخر يعني. ماشي كده. طب في حاله بقى اعتذار وصيف الكاس، يعني اللي خسر النهائي بتاع الكاس اللي هو الثاني مش عايز يلعب المباراه دي، اي سبب من الاسباب مش عايز يلعب يعني، قال لك تقام المباراه بين بطل الدوري ووصيف الدوري ثم بالترتيب في حاله الاعتذار. في حاله الاعتذار بالظبط. ماشي كده ماشي كده. لسه في معلوماتي، هنكمل في معلوماتي. يلا اتفضل. يعني حاجه من معلوماتي وانت بعد كده خلاص روح مرار الخبر. ماشي تمام، دي حاجه في معلوماتي. ماشي. احنا خلاص احنا دلوقتي بنتكلم في دخلنا في حوالي نص 11، فبدانا نسخن شويه، يعني بنبتدي نسخن شويه شويه بايه؟ بيناير. الناس بدات تبعت الاسبوع اللي فات وكانت بتسالنا في عندك معلومه، وانا ايه قلت بما ان الناس هتبتدي تسال وتقول لي هنعمل ايه في صفقات والكلام ده كله، هبتدي نتكلم عن التفكير المبدئي وماذا يدور في راس الجهاز الفني نادي الزمالك بقياده مستر فيريرا عن فتره يناير. هو اهم حاجه الناس بتسال على سؤال مهم جدا، محمود الونش بعد اصابه محمود الونش والخمس ست شهور اللي هيغيبهم هتجيب مدافع ولا لا؟ مبدئيا عوده محمود علاء حتى هذه اللحظه غير مطروحه. تمام، اسمه الطرح، ولكن انت عندك صابع مع الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري اصلا ما بيسيبش اللعيبه بتاعته في يناير حتى لو انت مديهولك اعاره. كلام اتقال انه هيتم عرض الراجل اكتر من مدافع في الدوري المصري. المعلومه اللي عندي الراجل قال لهم لو ما فيش حد احسن من اللي عندي لا انا اكمل باللي عندي. ماشي تمام، ولو الموضوع انتهى كده ممكن يتم خيط محمد عبد السلام اللي هو اصلا موجود في قائمه الانتظار ومش محطوط خالص. في نفس الوقت ممكن نلاقي مدافع تحت السن اجنبي، ده في مصر في الوقت الحالي المعلومه اللي عندي انه مفيش حاجه عجبهم قوي، مفيش حاجه زي ما بقول لك لمعت في عينين الجهاز الفني. هيتم النظر ان انت تشوف حد مواليد 2001 يبقى عنده 21 سنه، بس بشرط ان هو يكون زي ما بيقولوا بيلعب دولي، وفي نفس الوقت خد بالك ان ما يكونش لاعب دوري ابطال افريقيا انت او كاس الاتحاد الافريقي.
وده برضه مخليه ان انت كده كده مش هتاخده، وده برضه مخلي الزمالك ما فكرش ان كانت قال اسم اسامه جلال اكتر من مره كده كده انت لا هتعرف تجيب حد من فيوتشر ولا هتعرف تجيب حد من بيراميدز نتيجه ان انت اسامي زي اسامه جلال وزي محمود مرعي الاسم اللي تم طرحهم خلاص شاركوا فمش موجودين. ماشي. الجزء الخاص بالمهاجم تم طرح اسم ناصر منسي عن طريق احد الوكلاء، لكن الزمالك رفض التفكير تماما في فكره ناصر منسي وقالوا انه الافضل انه يتم زي ما بقول لك منح الفرصه بالكامل لسامسون بالاضافه لسيف الجزيري، وبناء على موقف سيف الجزيري في يناير هل سيف الجزيري ممكن يتالق في كاس العالم يجي له عرض يبقى زي ما بيقولوا يعني بدا يعني زي ما بقول لك ايه يبقى الزمالك قدامه بيعه حلوه لسيف الجزيري. تمام. اخر حاجه في بالنسبه في تفكير في جناح يبقى تحت السن، ولكن جناح تحت السن ده هيتوقف على هيقدمه مصطفى شلبي وعلى عوده ابراهيم انداي من الاصابه. طيب ده كلام عظيم، حضراتكم تقدروا تشاركوا معانا بعد ما وراء الخبر اللي هيقولها عبد الباسط بسؤال عندك معلومه عن، وخلونا نسال شوقي وعبد الباسط. يلا يا استاذ عبد الباسط اخر حاجه في وراء الخبر. اخر خبر فيتوريا عشان حاله الجدل اللي حصلت في استدعاء اللعيبه وانه اللعيبه تبقى مصابه والكلام ده، قال انا طلب انه هسلمك نضيف تسلمني نضيف، يعني قال لهم ايه ابعت لكم سلمني نضيف سلمك نضيف سلمك نضيف والله هو كده يعني انا بترجمها له يعني هو هيبعت انا جالي لعيبه من النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي نادي سلمهم لي بتقرير طبي وانا بعد ما اخلص هديك تقرير الجي بي اس بيقولي على اللعيبه طبيا الجهاز الطبي بيقول ايه بحيث انا اسلمك نضيف تسلمني نضيف عشان ما اقعدش في الايه في الحوارات بتاعت ده انت خدت مصاب ده انت جبت لي مصاب ماشي يبقى على ميه بيضاء فالراجل ناوي يشتغل على ميه بيضاء الفتره اللي جايه ماشي خلاص كده نخش بقى في الاسئله يعني انا كده كده عندي كذا حاجه بس تمام يلا نخش في الاسئله اجهز بقى اجهز عشان الاسئله اللي جايه صعب قال لك السؤال لابراهيم فايق ليه يا احمد حسن ما اتكلمناش عن مش انا اللي اتسال كواليس ها لا كواليس مفيش كواليس تمام السؤال لابراهيم فايق عندك معلومه الاهلي هيجيب مهاجم اجنبي يناير اللي جاي ولا لا الاهلي هيجيب مهاجم اجنبي وهيجيب جناح عندك معلومة عن استبعاد حسام حسن من المشاركات يا عبد الباسط انا لا ده انس ما عنديش انا معلومة في دي بصراحة عندكش معلومة لا احبك كده وانت مركز معانا لا لا طيب تشكيل منتخب مصر لمباراة بلجيكا عبد الباسط احمد دي هو بدري بس الراجل بيفكر انه ممكن يلعب بثلاثة ورا بس بدري يعني ما ينفعش نسبق دلوقتي لانه وارد لعيبه تتصاب وارد لعيبه يحصل اي حاجه خالد يوسف بيسالك يا شوقي عايز اسال شوقي ايه اخبار عقد الرعايه بتاع الزمالك بص موضوع عقد الرعايه حتى هذه اللحظه عشان ما نتكلمش فيه كتير هو تقدم عرض نادي الزمالك عرض غير مرضي تمام بناء عليه العرض نادي الزمالك رفضه لانه شايف ان الرقم اقل من الطموحات بتاعته خصوصا الجزء الخاص بالرعايه انت عارف في جزء خاص بالرعايه وجزء خاص بالبث الجزء الخاص بالبث ما فيهوش مشاكل كتير يعني الموضوع الامور قريبه هو المشكله هي في عقد الرعايه الزمالك طلب انه يتم زياده عقد الرعايه ومنتظر ان يجي له العرض مره اخرى برقم مناسب لنادي الزمالك في ظل ان هو الزمالك الرقم اللي جاله هو قال لك انا بالنسبه لي مش هيلبي اي حاجه وحتى مش هيكفي مصاريف فريق الكره السنويه طيب عايز اجابات سريعه ها تامر بيسالك بيقول لك امتى فتوح يرجع انت 10 ايام 10 ايام هل هيثم المشد بيقول هل يوجد حل لمشكله كهربا مع الاهلي وليه ما بيلعبش مع الاهلي ما عندكش انت فكره الناحيه الثانيه من الزمالك يعني كده كده الزمالك زي ما هو عندي معلومه فيها اتفضل عندك انت معلومه ماشي. كهربا لجأ للقضاء وطالب بالبت المستعجل بالشق المستعجل علشان يتم الحسم في هذا الامر وانه طالب وقال انه في تزوير حصل في هذا الامر وقدم دعوه مستعجله بالايام اللي فاتت وهو منتظر القرار اللي يطلع بناء عليه يتم التشاور مع النادي الاهلي حول لو هو طلع خلاص الموضوع فيه غرامه هيدفعها هو النادي الاهلي مفيش غرامه خلاص قول التدخل وكده انا فاهم لا سيبك من الجزء القانوني بس انا بتكلم في نقطه بس ممكن انت تقولها هو قرار الخاص من المحكمه الرياضيه هو قرار نهائي هل في حاله صدور قرار من المحكمه المصريه هل هيغير القرار بتاع المحكمه الرياضيه ولا لا ده السؤال برضو مهم استقلاليه الاتحاد الدولي بس هنا بس عشان كده انا بسال ده جزء برضو بس ده ممكن السند يستند اليه قدامهم لكن هندخل في الموضوع ده هيرجعنا بقى يدخل اتحاد الكره طرف في الموضوع طيب يبقى انت عندك معلومه بس المعلومه دي انت قلتها معلومه بس قدام حضراتكم انما ايه اللي هيحصل بقى دي مش بتبقى هي معلومه بس مجرد المعلومه علي جمال بيقول لك عندك معلومه يا شوقي عن العاب الصالات بتاعه الزمالك والمحترف بتاع السله يلا محترف السله تيرل هولوي هو مشي نادي الزمالك تم فسخ عقده سافر اول امبارح هو ما بقاش موجود داخل نادي الزمالك السبب هو من وجهه نظره هو بيقول ان هو مش مرتاح في تواجده في الوقت الحالي
اداره نادي الزمالك شايفه ان الحجز على الارصده هو اللي اخر ان اللاعب ياخد مستحقاته. اللاعب خد فلوسه كلها اول امبارح وتم الاتفاق معاه ان هو يرحل، خصوصا انه في الوقت الحالي اللاعب خلاص الفتره اللي هو كان اصلا الاتفاق من الاول ان اللاعب هيتقيم في دوري المرتبط اللي بيتلعب دلوقتي. ماشي. وخلاص دوري المرتبط بيخلص، نادي الزمالك بيلعب مع نادي طلائع الجيش وخلاص الموضوع. لو حتى لو كسب نادي طلائع الجيش هيلعب النادي الاهلي، فالموضوع انت بتتكلم في حوالي 3 4 ماتشات، فمش هتعرف تقيم المحترف بناء عليه. هو ما بقاش موجود داخل نادي الزمالك، والزمالك دلوقتي بيدور على محترف جديد في مركز صنع الالعاب. يوسف الخولي بيقول لك عندك معلومه شوقي رحيل زكريا وعوده بن شرقي او فرجاني، الكلام ده صح؟ لا لا، كده كده زكريا الوردي مكمل لغايه نهايه الموسم بشكل طبيعي، كده كده ما لعبش غير عدد مباريات قليله. الزمالك رافض فكره انه يستعجل انه يحكم على زكريا الوردي، حتى لو زي ما بقول لك بدايته كانت مندفعه شويه، لكن معلومة مؤكدة 100% هو مكمل لغاية نهاية الموسم بشكل طبيعي. بن شرقي كده كده أو فرجاني، الموضوع حتى هذه اللحظة الموضوع مقفول تماما. جمال عبد الناصر، سؤال لعبد الباسط، في لعيبة مصرية في الخارج بيلعبوا المنتخب الشباب لألمانيا، هم طلبة ومصطفى أشرف، وفي لعيبة كتير محترفين شباب مصريين من أب وأم مصريين وأب مصري أو أم مصرية أو جد مصري، فين اتحاد الكرة من القصة دي؟ هو اللي بيقوله ده صح جدا، وكابتن حازم بمجرد ما وصل، كابتن حازم امام هو كابتن محمد بركات، قال له هنعمل لجنه لمتابعه المحترفين في الخارج والمجنسين والكلام ده، ولكن هم لسه شغالين، بس الاجهزه الفنيه بتشتغل لحد دلوقتي بدراعها. يعني سؤالي الاخير ليك، عندك معلومه بشو الزمالك بيفوض باهر المحمدي؟ لا، باهر المحمدي انا بقول لك مش في حساباتنا الزمالك في الوقت الحالي، حتى هذه اللحظه تم طرح اسمه، لكن انا بقول لك حتى هذه اللحظه باهر المحمدي مش في حساباتنا الزمالك، خصوصا انه يعني الموضوع هيبقى مكلف ماديا لنادي الزمالك كتير. العرض الاعلى لباهر في الانتقالات اللي فاتت كان هيخلص على اخر ساعه، كان بيراميدز كان اقوى عرض ليه يعني. طيب انت عندكم اسئله كتير، بس الوقت للاسف عمالين يقولوا في الارتيس الوقت عادي، انت مش هتبص تمام؟ طيب لا لا، مش تمام. عبد الباسط بشكرك، شكرا جزيلا. بشكرك، شرفتنا ونورتنا. بشكرك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور الثالثه بعد الفاصل. دكاتره التحليل عمر عبد الله الجينيوس بتاعنا والعبقري ملك الارقام محمد عماره، خليكم معنا بعد الفاصل. وجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مستمرين معاكم في جمهور الثالثة، وجاي معادنا مع دكاترة التحليل اللي مشرفنا ومنورنا كابتن عمر عبد الله. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا مساء الفل يا بيه. مساء الفل، اخبار الشياكة ايه؟ الحمد لله، شغل عالي. وكابتن محمد عمارة ملك الارقام والاحصائيات، مساء الفل يا فندم. مساء الجمال يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كله زي الفل يا رب دايما. خلاص بقى في في ليفل تاني، احنا رحنا ليفل تاني تقريبا، انا اللي جددته انتوا اللي اخدتوا الفلوس. لا بالعكس، ده حاجه عظيمه والله. لا بالعكس، ده بالعكس، ده حاجه عظيمه جدا. هي ايه الحاجه عظيمه شاب؟ بس هي حاجه عظيمه والله، وجودك واستمرارك ده حاجه عظيمه. هم بيقولوا ايه في المواقف اللي زي دي؟ هم بيقولوا ايه؟ نقول مبروك. هم بيقولوا ايه؟ مبروك يا مبروك علينا في الاول وفي الاخر يعني. اختار يا عيني. انا كان عندي مشكله كبيره جدا في تقديم واجب العزاء، يعني المشكله عندنا كلنا. والله والله عندنا كلنا. هي بتفرق من حد لحد يعني، في حد ممكن يلعب شويه كده بقى مطالب ان انا اروح يعني. ببقى عندي ارتباك غير طبيعي. ما انت خايف بقى تقول حاجه ما ينفعش، مش عارف يعني، فاهم اللي هو يا رب اظبط الكلام لحد ما يعني خلاص بقى في جمله معينه انا بستخدمها عشان ما بقاش عندك اي محاوله للخطا ولا زله لسان ولا اي حاجه. رياض باشا بس، رياض باشا بس، ما فيهاش تجويد دي، خد بالك يعني ما فيهاش تجويد يعني. بيبقى عنده ارتباكات كده في المواقف اللي شبه كده، فانت تحفظ جمله سهلها على نفسك تقولها عشان لحد ما بعد كده اجاوب بقى لما تكبر. لما تكبر فعلا شفت ان انا عندي 38 سنه وهي نفس الجمله عايشه معايا بقى لي كده عسل قوي 23 سنه. طيب تعالى نلعب زي كل حلقه، نلعب في الاول كده اجمد ثلاثه. يلا بينا. بس اجمد ثلاثه سهله والله جدا الاسبوع ده، اسهل من اي اسبوع تاني. ما تبصش بقى، ما تبصش، انت بتغش ليه؟ ما تغش. انا كل مره اسمع البق ده والله، كل ما اقعد على الكرسي ده بس اسهل ثلاثه. طب والله دي سهله. بص امشي ماشي، احنا انا بطني ما بتكركبش اول ما ابشر يا تيمور. ايوه بغض النظر عن ابشر. ابشر يا تيمور. لا بص اللي جاي، بص احنا كاس عالم خلاص. والحلقه دي كاس عالم خلاص. طب احنا بقى كاس عالم بقى شويه شغل بقى. طيب فاحنا السؤال بتاعنا اجمد ثلاث لعيبه مصريين انت شفتهم وعصرتهم وكان نفسك تشوفهم في كاس العالم. سهل دي مش سهله؟ ده كلام ايه؟ ده كلام عظيم. ده في جيل كامل كان نفسنا نشوف حرفيا. حرفيا. اختار يا باشا. سهل ايه؟ اقول السؤال تاني.
ده انتوا ضغطوا عيني. لا تمام تمام. موضوع سهل. إيه؟ اجمد ثلاث لعيبه انت عصرتهم وشفتهم. ايوه. كان نفسك تشوفهم في كاس العالم. هو في واحد موجود. يلا اتفضل قول. ما ينفعش محمد ابو تريك. ماشي ابو تريك. ها احمد حسن. احمد حسن. كان نفسي اشوف احمد حسن في كاس العالم. ماشي. انا هستنى شويه. مش عشان انا عندي بتاع حوالي 80 اسم ورا بعض مش عارف. بس اشوف الناس قالت ايه. وانا مو هعرف يعني. هبص على الهاشتاج من بره. هشوف كده المؤشرات الاوليه. هاشتاج من بره هعرف. يا سيد الله يعزك. كيرو قال لك مش مهم السؤال دلوقتي, المهم رجوعك لينا يا جماعه. انا ما غبتش على فكره, الحمد لله كنت موجود يعني. طيب محمد سعد بيقول جيل محمد ابو تريكه بالكامل تحت قياده حسن شحاته. محمد خميسي قال تريكه بركات الخطيب. نادر قال متشكر جدا على كلامك يعني. بعدين قال تريكه متعب بركات. البنداري قال حازم امام تريكه حسام حسن. ماجد سالم قال ابو تريكه وليد سليمان وائل جمعه. كريم قال تريكه متعب الصقر. محمد حسن قال عبد الشافي علي معلول فتوح. محمد حسين قال محمد صلاح تريزيجيه تريكه. فبس الناس ما خدتش بالها انه كابتن حسام حسن لعب كاس عالم 90. فاحنا بنتكلم بقى على اللي ما راحوش كاس عالم. ضربه جزاء. اللي ما راحوش كاس عالم. محمد قال ابو تريكه ممكن يكون هو ما شافوش في 90. يعني بس هو راح كاس عالم يعني. يعني ماشي يعني. ولا ايه؟ لا هو اللي قال تريزيجيه. تريزيجيه مش لعب 2018. تريزيجيه لعب 2018. ده قريب قوي. تريزيجيه وصلاح و اكيد شايفه كده. في مشكله في السؤال يعني؟ لا مفيش مشكله في السؤال. هو الراجل تلاقيه بيحب زياده على اللزوم فما خدش باله. طيب محمد قال كان نفسي اشوف حازم امام وشيكا وتريكا. طب ما هو شيكا برده راح كاس العالم 2018. 2018. لا واضح ان في مشكله في السؤال. طيب عايزين تتكلموا ايه بقى في ايه في كاس العالم؟ انا مثلا عندي اسئله كتير جدا على موضوع كاس العالم ده تحديدا يعني. بس انا بتكلم بقى على الناحيه الفنيه. ايه طرق اللعب المتوقع ان احنا نشوفها في كاس العالم ده؟ يعني هل هنشوف حاجه مختلفه ولا لا؟ ايه المنتخبات اللي ممكن يكون عندها جديد في الكوره تقدمه؟ او بمعنى صح عشان اكون دقيق اكتر, مين المدربين اللي ممكن يكون عندهم افكار واللعيبه بتاعتهم تنفذها فنشوف حاجه مختلفه؟ المنتخبات الكبيره العملاقه اللي عندها تاريخ, هل هتقدر ان هي تحافظ على التاريخ والهيبه بتاعتها الكرويه ولا الموضوع هيبقى صعب في كاس العالم؟ المنتخبات العربيه كتير, النوتات كتير. لا بس حلو, خد بالك كل حاجه من اللي انت قلتهم ليها معانا حاجه احنا محضرينها ريليتد يعني. طيب قريبه منها. يلا طب تحبوا تبتدوا بايه؟ اللي انت عايز. بص طرق اللعب. طرق اللعب عندنا يعني. انا كنت محضر حاجه ليها علاقه بال 3 4 3 بس. دي ليها شرح بقى ونقف على الاورشيت وبتاع والكلام ده فيها شغل عادي. ماشي. بس 3 4 3 مش عايز اقول بتغزو كاس العالم, بس فرق كتير من الفرق الكبيره بتلجأ للدفاع الثلاثي. 3 4 3 3 4 3 الدفاع الثلاثي اكتر تامين. هي ليها قصه, لان هي ليها علاقه بالتامين, ليها علاقه بخروج الكره. بس الاساس عندنا عنوان مشوق عشان لما نروح على الاواشيط يبقى الناس مستنيه. انا كيف تخلق المساحه. عظيم. 3 4 3 ازاي تخلق مساحه ما بين الخطوط. تطلع على شارع الهرم هتلاقي محطه مساحه وخلاص ما بين الخطوط. انا ركزت في الاخر اهو. ماشي عمار. عندنا مواضيع كتير فعلا زي ما انت قلت يعني. هنجاوب على أسئلة الفرق اللي ليها تاريخ أو المنتخبات اللي ليها تاريخ كبير في كاس العالم ومرشحة بقوة. ايه طرق اللعب اللي المدربين اللي هيعملوها ايه في كاس العالم اللي جاي. نوعية اللعيبة اللي هما يحتاجوها, لان في منتخبات داخلة بسكواد يعني حدث ولا حرج زي البرازيل مثلا. الراجل ازاي هيعمل التوليفة دي وهيضحي بمين عشان ايه. دي نقطة. لما نيجي نتكلم على فرنسا ازاي ديشامب هيقيف الخطه تاني من ثلاثه اللي كان بيحكي عليها عمر اللي حاول يطبقها لاربعه بعد ما لقى الموضوع بيفرط منه. وعندنا بقى موضوع اوجه التشابه بتاعت اخر ابطال لكاس العالم في اخر ست نسخ. طب كويس, احنا عندنا شويه شغل حلو. 98 ل 2018. طيب عمر اتفضل. طيب انت سالت سؤال في النص قلت مين المنتخب اللي ممكن يقدم كوره حديثه او كوره جديده او كوره جميله. بص انا متبني منتخب وهو ده اللي انا بادئ بيه. بالينا بيه بقاله يعني شهر وانا براهن عليه. المشكله ان هو قاله لي. ايوه خليه يقول. بس هي القائمه اعلنت. القائمه اعلنت بتاعت المنتخب. طب قول المنتخب عشان احنا ما نحللك. عشان احنا هي اعلنت. وانا لسه مصمم بعد الاعلان. منتخب اسبانيا. حتى انا اعرف واحد النهارده كتب حتى اعرف واحد كتب النهارده قال انا لو واثق في حد هبقى واثق في انريكي بس هو الحد ده.
لحد ملوش دعوه بينا خالص. هو تقريبا بيداري ليه عشان يجي يوفنتوس حاجه كده والله نفسي بس هو مش هيجي يعني. ليه منتخب اسبانيا يا عمر؟ ليه يعني ليه فكرك طول الوقت منتخب اسبانيا ومنتخب اسبانيا؟ اشمعنى منتخب اسبانيا؟ هقول لك منتخب الاسباني انا بالنسبه لي هو انجح منظومه لعب. القايمه اللي اعلنت النهارده وانا كان رايي ده من قبل القايمه وما بعد القايمه كمان ان فيها حاجات كتير, في لعيبه كتير مش موجوده, في بورخا إجلاسيس مش موجود, في ديخيا مش موجود, في سيرخيو راموس مش موجود, فالفريق ناقصه ناس او عناصر مهمه جدا او قويه جدا. لكن انا دايما بشوف لويس انريكي مدرب منظومه من الطراز الحديدي, مش هقول لك بقى الرفيع ولا, هو عنده منظومه جباره بيقدر يوصل بيها لابعد مدى. طيب هل الكلام ده في المباريات الوديه ولا المباريات اللي مع الفرق الضعيفه؟ لا, منتخب اسبانيا بقى له فتره طويله جدا ما عندوش الاسامي الكبيره الرنانه اللي حققت انجازات بدايه العقد الماضي اللي هي يورو 2008, كاس عالم 2010, يورو 2012, يكسب ايطاليا 4, ما عندوش الاسامي دي. لكن عنده منظومه لما جربتها في كل المحافل الدوليه الراجل بيكسب رهانه حتى ولو نقصوا التتويج. ففي يورو 2020 مثلا وصل لقبل نهائي وهو اكتر فريق عذب ايطاليا في الملعب تكتيكيا ووصل لضربات ترجيح. في الويفا نيشنز ليج وصل لحد المباراه النهائيه وخسر 2-1 من فرنسا, وفرنسا كانت مكتملة السكواد وقتها. حتى في الويفا نيشنز ليج كسب ألمانيا 6 مع يواخيم لوف. فالراجل في كل محك مع فرق كبيرة بيعرف يجمع السكواد بتاعه ويعرف يعمل منظومة قوية جدا جدا المنتخب الإسباني. فأنا رهاني على لويس إنريكي, مدرب قوي جدا, مدرب حتى هو النهاردة في المؤتمر الصحفي بيسألوه أنت في كاس العالم وبتاع, فبيقول لهم أنا أحسن مدرب في تاريخ المنتخبات في رأيي, لاني لو ما قلتش كده وما اقتنعتش بكده لعيبتي هتصدق ازاي. ده يديك جزء عن فلسفه المدرب, ان هو اول شيء عند اي مدير فني, مارشيلو بيلسا لما اتسال على المدير الفني قال لهم اول شيء عند المدير الفني هو يبقى قادر على الاقناع. فلويس انريكي عنده القناعه دي. بيلسا نفسه في ليدز يعني هي دي بقى عجن الدنيا عجن ده بالظبط بصراحه يعني هو فيلسوف زياده بس يعني. على فكره ده بيلسا يدرب مدربين مش هو يدرب لعيبه اكاديمي. في ناس اكاديمي في ناس كتير هتعترض على اللي احنا بنقول, بس هو الحقيقه الميدان هو اصلا بيلسا حط ايده على سر عدم نجاحه ان هو مش مقنع للاعب. هو مقنع جدا للمدربين اكاديميا لانه بيدي افكار وبيدي نظريات كتير جدا, لكن كورته خياليه شويه, كورته خياليه اكتر من الواقع ما بيقدرش يطبقها لان هي معقده جدا. على الرغم من واحد زي جوارديولا هو تلميذه بس قدر يطبق لان جوارديولا عنده القدره على الاقناع اللي هي رقم واحد في اي مدير فني. فلويس انريكي عنده القناعه دي ان انا لازم ابقى انا مقتنع بافكاري عشان اعرف اللعيب يقتنع بيها. فانا بشوف ان منظومه منتخب اسبانيا كمان عنده الهوامش اللي الدعم ده. فتعال نشوف معانا شويه صور واحصائيات للمنتخب الاسباني. لو شفنا اول صوره معانا المنتخب اسبانيا دي, ده البروفايل بتاع منتخب اسبانيا. انا هقف عند الافريج ايج اوف سكواد اللي هو رابع او خامس سطر معانا. اولا هو طبعا لويس انريكي المدرب, سيرخيو بوسكيتس الكابتن, اتاهل بلعب 8 ماتشات كسب 6 اتعادل ماتش وخسر ماتش واحد بس طول التصفيات, احرز 15 هدف ودخل مرمى 5 اهداف في ارقام جيده جدا جدا. في 2018 قبل لويس انريكي خرج من دور 16 الافريج اوف ايج هي دي بالنسبه 27 سنه معدل الاعمار 27 سنه البيك بتاع اي فرقه. ولا هو صغير ناقص خبره ولا هو كبير عجوز. في فرق كتير لما هنيجي نتكلم وهنبص عليها هتلاقي ان في لا في نقص في كل في حته, لكن هو عنده 27 سنه. طبعا بوسكيتس هو الاكثر خوضا للمباريات والفارو موراتا الاكثر تسجيلا. تعال نشوف الصوره اللي بعديها من هنا بقى. هنا الارقام اللي تقول لك هو ليه منظومه اسبانيا حديديه. المنتخب الاسباني المنظومه الدفاعيه المنظومه الدفاعيه الاسبانيه منظومه حديديه. فهتلاقي البي بي دي ايه ده اللي هو التمريرات اثناء الوضع الدفاعي, تمريرات الفريق اثناء الوضع الدفاعي. في كل مره بيوصل البرسنتج بتاعته او النسبه بتاعته 8.1 تمريره, وده كان الاول في يورو 2020. اكتر فريق في اليورو بيعرف يمرر في الوضع الدفاعي مش في التلت الاخير. يعني هو اصلا بيدافع بيعرف يخرج بالكرة وهو تحت وهو بيدافع في التلت الدفاعي اكتر فريق في اليورو وخرج من البطولة. بس هو اكتر فريق عنده هذه القدرة بتمن تمريرات وهو بيدافع, وده رقم مرعب. يعني السيكونس ستارت ديستانس بتاعته بيجري 7.43 متر في كل هجمه او في كل ثيرد من الملعب. ماشي. تمام. الفاينل ثيرد بريشر ضغط بيضغط على الفرق 247 مره, هو الثالث في البطوله. ماشي. تمام.
الفاينل ثيرد تاكلز اللي هو استخلاص الكوره او او التدخلات في 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 الثلث الهجومي 18 مره في في الثلث الهجومي. تاني ف... تاني اكتر تاني فريق. تاني اكتر فريق. بص هو اخر حاجه فيها كان الثالث، هو يا الاول يا الثاني. اخر واحده دي البريس سكسس، نجاحه في الاستخلاص او في الكاونتر بريشر او في استخلاص الكوره في في الجزء الامامي، تطبيق الضغط تطبيق الضغط 36.4 الاول في البطوله، وده نفس السكواد تطبيق الضغط. فهو بيضغط من قدام، هو عنده السيكونس بتاعه ارقام مرعبه مرعبه لفريق السكواد بتاعه يورو 2020 للنهارده ما فرقش كتير. بالعكس هتبص على الاسامي هتلاقي داني اولمو، هتلاقي الفارو موراتا، هتلاقي ناس بتتهاجم. وهنا قيمه المدير الفني. يورو 2020 اتلعبت في 21 21 بالظبط، لا من سنه يعني، سنة يعني احنا بنقول المسمى معلش الناس خانها الذاكره. بالظبط هي اتلعبت من سنه بالظبط. فبالتالي انت بتتكلم في فتره قريبه جدا. ما بعد الفتره دي هو لعب الويفا نيشنز ليج وصل النهائي برده. فتعال نشوف الصور اللي بعديها. هنا بقى بص منظومه الضغط بتاعه منتخب اسبانيا مع اختلاف الاسماء. الفريق اللي قدامه ده فريق سويسرا ما عندوش متنفس، اقوى فريق في المنتخبات اللي بيقدر يطبق الضغط ما عندوش متنفس. بص في اتنين لعيبه جوه منطقه الجزاء، يعني مش ممكن. ما في ضغط عالي جدا لمنتخب اسبانيا ومنظومه حديديه جدا، فبالتالي انت بتقدر ان انت وبعد كل نص ساعه يعني مش في اول مش الماتش. ده مش السنتره مثلا بالظبط. يعني مش السنتره. خلي بالك انريكي كمان يا عمر هو قاصد في الحته دي بمعدل اعمار كان بيتكلم عليه عمر، هي كل اللعيبه عندها القدره البدنيه 90 دقيقه ما تعطلش. بيبقى فيهم بوسكت ده هو النهارده طلع قال ان بوسكيتس احسن لاعب في العالم في مكانه، وانا هقنعه يلعب كاس عالم تاني. هو قال كده فعلا، وهو خلاص ادى رساله ان رودري هيقعد، ابراهيم هي يعني. احنا بقى ايه السلوجان اللي احنا بنقوله؟ اهل الثقه مش اهل الكفاءه. هو بوسكيتس وصل النهائي وقبل النهائي. عشان انت ممكن تقول ان هو هيغرقه. بس في الاخر طب بيعمل ليه هو كده؟ على فكره يعني هو انريكي هيخش بنفس ثلاثي ملعب وسط برشلونه، هو بيدري جافيز بوسكيتس. ده انا هقول لك بقى، لان دي نقطه بيدري وجافي ماشي. بيدري وجافي العيال جامده. لا هي باكج رود. هو ماشي. عنده قناعه ان بيدري وجافي مش هيتالقوا غير في وجود بوسكيتس. فليكن. دي الصوره اللي بعديها. بص مجرد الترحيل في نفس الهجمه، الفريق كله الراجل اللي معاه الكوره ده اللي هو فيدمر ما عندوش فرصه يخرج بالكوره، فالموضوع انتهى. ده نمط ضغط المنتخب الاسباني. في الجزء بقى بتاع نقل الكوره وقوه خط وسط الملعب عندنا بيدري. لو نشوف ارقام بيدري معانا، لان ارقام بيدري برضو في اليورو اللي فات مش عايز اقول ارقام مرعبه. بص بيدري في يورو 2020 هو اكمل 55 تمريره صحيحه في نصف النهائي قدام منتخب ايطاليا. لعب 55 تمريره صحيحه وهو الاكثر في المباراه. اكتر لاعب اكمل تمريرات تحت الضغط في منتخب اسبانيا 70 تمريره في البطوله كلها. لعيب جميل، لعيب جميل طبيعي. تحب الكره تروح يعني له. موهبه ما شاء الله يعني. اعظم لاعب حاليا شغل مسايا بيه. لسه اقول لك اعظم لاعب في العالم حاليا بيلينك الخطوط. بيربط الخطوط. فبالتالي اكتر لاعب اكمل عموله عموله. بالظبط. بص انا يعني انا عارف ان اللي انا هقوله ده بس انا في حته من انيستا. في حته انا بعشق انيستا. لا في رغم ان انا مش مشجع لبرشلونه. بس انيستا ده شيء مبهر يعني. انت ابني انت غلبان زحلقتي. دي حقيقه علينا. دي حقيقه علينا قوي يا عم عمر. اليوفي مش شايف قدامه وبرشلونه مش شايف قدامه. في يعني ربنا يزيح البلاء يعني. بصيني وانا مثلا ما شاء الله اللي متصدر كل حاجه. افتكرت صحيح حته برضه ده الدنيا جت عليك قوي. نازلين مش طالعين. والله. هو مفيش غير عز اللي ربنا كرمه هو وتامر يوم الاثنين ده. صحيح. الاثنين بسم الله ما شاء الله يعني. يعني الشلساوي ده واخد على وشه، ده كانت الدنيا زهزهت. بايرن ده فجأة مرة واحدة باعوه النادي وباعوا الدنيا. وباعوا المدرب والنادي كان هينزل وقصة يعني. فالراجل اكمل. عاملين انتوا ايه مع ايش؟ انا مسميها ريموت. وكل الناس مسميها كده والله. طب ويا ريت يعني احنا موافقين. 70 تمريره تحت الضغط، وده رقم كبير جدا جدا تحت الضغط. اكتر تمرير في الثلث الاخير ب 68 تمريره في الفاينل ثيرد في ال 30 يارد الاخيره. والاكتر مراوغه في الثلث الاخير هو 29 مراوغه، بس الرقم مش موجود ما اتكتبش يعني، بس هو 29 مراوغه. فانت بتتكلم في لعيب مش طبيعي. ده بقى حط ده جنب يعني اللي عندك اللعيب اللي بيفك الطلاسم مع المنظومة الضغط مع معدل الارقام اللي احنا قلناه في اليورو الاخير. يديك سكواد قوي جدا مع مدير فني لدرجه انه ياخد البطوله. لا انا براه يعني. انا بالنسبه لي لسه ما خلصتش كلام. لا انا شايف ان اسبانيا المينيمم بتاعها لو الامور الفريق في حالته وافكار ان المينيمم بتاعها قبل النهائي، بس انا بشوف انه يوصل النهائي. ماشي الكلام.
شايف نفس اللي هو شايفه ولا عندك منتخب تاني غير المنتخب عندي اسباني؟ بس انا عايز كنت عايز ابدا بالنقطه اللي انا قلت لك عليها ستوري حلوه كده، تعالى نبدا بيها الكلام بتاعنا يعني اللي هي لكن انت مش شايف بس ان منتخب اسبانيا يقدر يعمل ده؟ ده سؤال مهم بس والله. لا بص، هو كل اللي اتكلم فيه عمر احنا كنا اتكلمنا فيه في اليورو 100% انريكي عمل بمنتخب اسبانيا اقصى من التوقعات او من الامال، لانه في الاخر على راي عمر لما اتكلم على اللعيبه في حد ذاتها، على الاقل انت عندك في اللعيبه الصغيرين بيدري وجافي، بس في الجزء الامامي انت مش ما عندكش اللعيبه اللي حتى هم منورين في فرقهم. تتكلم على موراتا، على مين، على بابلو سارابيا، داني اولمو، بابلو سارابيا، كلها فيران توريس كلها لعيبه حتى ممكن يبقى في بعض منهم مش اساسيين في فرقهم. فكون ان هو يعمل لك المنظومه دي بجيل التاريخي بتاع اسبانيا اللي تقريبا بيعتزل واحد ورا الثاني بيتساقطوا كده في اخر بطولتين، دي حاجه عظيمه جدا. عنده مقومات ان هو يوصل بعيد؟ لا ما اشوفش كده. طيب خلينا نشوف الناس قالت ايه. في مين الثلاث لعيبه الجامدين اللي نفسهم كانوا يشوفوهم في كاس العالم؟ تريكا، زيدان، حازم امام. دبلال بيقول مصطفى قال لك الماجيكو، الكابيتانو، القناص. بشوي قال لك ابو تريكا، شوقي، وائل جمعه. الجيل ده بكل حكايه يا عين. احمد عبده قال لك ابو تريكا، غالي، حسام، حازم امام. محمد الشيخ قال ابو تريكا، زيدان، وائل جمعه. في كمان ابو تريكا، زيدان، عبد الوهاب الله يرحمه، ده عماد ابراهيم. حازم امام، زيدان، تريكا، دبلال. اجمل ثلاث لعيبه في مصر بره عن صلاح وماشي كبالا، ابراهيم، سعيد، عبد الله السعيد كان يتمنى يشوفهم. عبد الله قال لك انا هقول خمسه معلش عشان كلهم يستاهلوا. ماشي عم عبد الله. تريكا، بركات، احمد حسن، زيدان، متعب، عمرو زكي، وائل جمعه، حسام، وابراهيم، حسني عبد الله. ايوه انا عشان كده بضحك. تشكيل تقريبا خمسه قال 11 دول قال 11 واحد يعني. طيب تعال نشوف ايه يقولوا، بتقولوا ايه؟ ها ده كلام عظيم. ماشي كلمه السر ما شاء الله. انتوا دلوقتي بقيتوش تقولوا لي اطلع فاصل، بقيتوا تقولوا لي ده كلام عظيم، ده حاجه عظيمه والله. مش ده الجديد في الاخراج. شفتوا احنا وصلنا لمستوى، خدنا بالنا مستوى رهيب. لينك بس صحيح. طيب خلينا اقول لكم بس ان الهاشتاج جمهور الثالثة وترند رقم 3 على تويتر، ماشي كده. اول اسم، اقرب اسم لي هو احمد حسن، يبقى رقم 1 في اختيارات الناس. رقم 2 في اختيارات الناس هو محمد زيدان، رقم 7. ورقم 13 اللي هو رقم 3 بالنسبه لاختيارات الناس، ابو تريكا، ماشي كده. هلو نروح لفاصل عشان ده كلام عظيم. ما بقوش يقولوا لي دلوقتي نطلع فاصل، قال لك بقى ده كلام عظيم. اتفضلوا يا بشوات، ده كلام عظيم. رجعنا لحضراتكم مره تانية ولسه مكملين معاكم ومع دكاتره التحليل. ما قلتوليش الاسماء مين اللي انتوا اخترتوها عشان اجمد ثلاثه. انت مش حاجه انا يعني انا لسه مستنيه اشوف مستني ايه. ما انا قلت وهو قال، انت قلت واحد بس. طيب انت ما قلتش اي حاجه بقى. لا انا مستني عشان هقول في الاخر. ماشي. عايز واحد كمان يعني بعد اذنك يعني لو ما يضايقكش يعني. رقم 2 ممكن اقول كابتن حازم امام. كابتن حازم امام. ابو تريكا وحازم امام. وانت حضرتك قلت احمد حسن ابراهيم سعيد. وابراهيم سعيد كان نفسي اشوف ابراهيم سعيد في كاس العالم، نفسي اشوفه مع المهاجمين دول في الاجواء دي في الدنيا دي. ماشي. لا انا مش هقول لكم. انت فاكر ان انا شوف كنت هقول لكم بس ما كنتش هقول لكم. لا مش هقول، خليني انا في الاخر خالص. تمام. منتخب فرنسا، واحد من الديوك الفرنسيه، واحد من المرشحين البارزين جدا طبعا لكاس العالم، بطل النسخه الماضيه. هي القصه فين في الستوري بتاعت فرنسا؟ في شقين. اول شق هو دخول كريم بنزيما في اليورو، حلو، وعوده من بعيد. ومرادي بنزيما داخل كاس العالم وهو حرفيا افضل لاعب في العالم، ماشي، فدي نقطه مهمه جدا. بياخد مكان اوليفي جيرو اللي كان في 2018 المهاجم اللي زي ما يقولوا كده كان بيعمل الشغل كله بتاع اللي تحتيه. يعني هو مهاجم مش عايزين منه اهداف، ما سجلش ولا هدف في 2018، مش عايزين منه حاجه اصلا. لا هو بالعكس، هو كان دوره تكتيكي مهم جدا في الملعب. وديشوم كان دي تميمه حظ فرنسا. فرنسا في 98 جيفارش ما جابش ولا جول. بس انا اقول لك، انا جيرو ده بيقتلني بصراحه يعني، مع ان هو يعني هو بحبه قوي. لا بس اقول لك على حاجه، الاهداف اللي بيجيبها حلوة. الاهداف اللي بيجيبها ما عندوش جون عادي، مش هتلاقي مهاجم بيجيبها.
ماشي. وعلى فكره ده من الرواقه، هو بطيء عشان رايق. هو رايق قوي، حلو رايق قوي، هو مش شاغل باله. وده مش تحليل فني، ده تحليل كده اللي هو ايه. ايوه تحليل كفته ده. مني ليك يعني، انا بصيت كده من القلب للقلب، حسيت ان هو رايق. ده كلام، ده كلام كتير كفته قليل. اتفضل. اتفضل يا بيه اتفضل. ده كلام كتير كفته قليل. ديشام كان ماشي بشكل كويس جدا، خد بيه الكاس العالم بنفس الطريقه اللي هي كانت في الاول 4-3-3، قلبت 4-2-3-1، ولكن كانت بنفس الشكل ده. ايه اللي حصل؟ عايز يغير بطبيعه الحال، وعايز يغير عشان التوليفه بتاعت بنزيما مبابي جريزمان. هو عايز يعمل يوجد لهم توليفه. انا دلوقتي يا جماعه جالنا كريم بنزيما خلاص، فلازم يخش ولازم مبابي يلعب، وجريزمان هو بيحبه، هو ما شاء الله بيحب الثلاثه يعني. أيوة. ومبابي تحديدا ممكن يبقى اقلهم في، مش في المحبه، ولكن بنزيما وجريزمان هو متعلق بيهم جدا يعني. فعايز يعمل التوليفه دي، فحب يعمل 3-4-3. الدنيا ضربت جدا منه، عانى جدا جدا ب 3-4-3، وشفناها في اليورو وما بعد اليورو. مشينا كتير جدا في 3-4-3، مش عارفه تجيب مع فرنسا ماشي خالص. فكان الفكره في ايه؟ اول مؤتمر صحفي في اعلان القائمه قال انا هرجع تاني العب 4، لان الاصابات هو اول حاجه قال احنا عملنا بيها شغل كويس وشغل جيد، ولكن الاصابات هي اللي عملت معانا فرق كبير. بول بوجبا ونجولو كانتي اكتر عنصرين مهمين جدا في 3-4-3، واحد من دول على الاقل، لان كل واحد فيهم بلغه الكوره كده بيقوم بدورين، لان 3-4-3 محورين الارتكاز ادوارهم مركبه شويه، مش الدور السهل، مش في 4-3-3 فمرتاحين، فكل واحد بيعرف يغطي على تاني. نقوله كانتي لوحده بيقوم بثلاثة ما شاء الله يعني، هو راجل مصاب ومع بول بوجبا. القصة كانت في ايه؟ تعالى نشوف بس احصائية مهمة جدا لديشوب مع فرنسا في 2022. اول حاجة خالص اللي هو السنة دي، يلا هتلاقيه في 8 ماتشات الراجل كسب 3، خسر 3، اتعادل 2، اهداف له 12، شيل منهم 5 كانوا في مباراه وديه قدام جنوب افريقيا، فالراجل هيبقى سجل 7 اهداف فقط في السبع مباريات، اهداف عليه 8. اذا عنده مشكله هجوميه وعنده مشكله دفاعيه، وهي اول مره مع ديشام مع فرنسا يخسر 3 مباريات في سنه واحده، ما عملهاش قبل كده في الحقبه بتاعته. طب تعالى نروح لاحصائيه مهمه جدا كمان تخص ازاي فرنسا بال 3-4-3 من كاس العالم عملت ايه في حته الاشواط، الشوط الاول والشوط الثاني. بمعنى الشوط الاولاني كان دايما فرنسا عندها مشكله لما تيجي تبدا، لا هو الهجوم اهي، دي الاحصائيه اللي معانا دي فرنسا منذ كاس العالم 2018، دي نقطه مهمه قوي. معانا التسديدات في الشوط الاولاني هتلاقي 252 تنط تبقى 320 في الشوط الثاني. الاكس جي الاهداف المتوقعه بتبقى 29، الدبل في الشوط الثاني تبقى 48. الاهداف المتوقعه من التسديدات 0-12 او يعني 12 من 100 ايوه هي دي جميله. 15 من 100 في الشوط الثاني. البيكام بيهرب من حصه الرياضيات. ده مهندس. لا انا مهندس بس بالانجلش، مش عايز اقول او 12 او 15. فيا عم طب ما تدينا حته او. ما خلاص ما انت طلعتها، ما خلاص خلاص. طب يلا الاهداف 27 اللي بعديها او 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 12 او 15 تمام. يلا حلوه. حلوة. ماشي. الاهداف 27 في الشوط الاولاني، الشوط الثاني 46، والتسديدات نسبه الترجمه بتاعتها يعني من بنسبه مئويه 10% في الشوط الاولاني 14% في الشوط الثاني. دي الدراسات اللي اتكلم عليها ديشوب، قال احنا درسنا القصه دي، لقينا ان احنا في 3-4-3 انا كل مره في الشوط الثاني لازم اعدل شغل تكتيكي، ولازم اغير مراكز اللعيبه عشان يعرف يجاري المنتخبات اللي قدامه. بقى ما بقاش منتخب فرنسا الطبيعي اللي بيبدا التشكيله الدنيا قايمه بذاتها زي ما بيقولوا، رغم كم السكواد اللي كانت عند اللي عند فرنسا. ودي نقطه تحط لك 100 خط تحت فكره الموضوع، مش بس سكواد، لان منتخب فرنسا على مدار الاربع خمس سنين دول دايما هتتكلم اعظم سكواد في الدنيا في كل المراكز. ده حقيقي. مش في المهاجم وبتاع، ولكن لما تيجي تغير الطريقه وتغير المنظومه دي وتطلع واحد زي اوليفي جيرو، مع ان انت بتتكلم في اوليفي جيرو وكريم بنزيما، بس مع بنزيما ومبابي وجريزمان انت مش عارف تاخد اللي انت عايزه. فالطريقه لازم تخدم الافراد. حالات فنيه سريعه جدا توريك هي اللي عايزه كان بيعملها ايه. ادي ال 3-4-3 وفي الوضع الدفاعي تحديدا بتتحول
لخمسة اتنين واحد اتنين باللغة دي، لان مبابي وبنزيما هما دايما اتنين مهاجمين، وجريزمان اللعيب رقم عشرة اللي تحتيهم. بس مين الاتنين اللي في النص؟ لو مفيش نجولو كانتي عشان كان مصاب، ففي بول بوجبا وجنبيه رابيو. فبوجبا وجوده رئيسي في الطريقه دي. مفيش بوجبا خلاص، ما هو عشان كده بقول لك احنا بنقول هو ليه هيغير الاربعه. لانه هيبدا يلعب اربعه تاني منذ كاس العالم، ما كانش جربها قبل كده. نخش على الـ على الـ على الصوره اللي بعديها، هي دي بالظبط. ادي الخمسه برده. وبص بوجبا حط جنبيه تشواميني، حط جنبيه كامافينجا، ولكن في الاخر في بول بوجبا دوره مهم جدا، لان دوره شبه مركب. هو يعرف يعمل لك الحته دي في 3 4 3، ولكن حتى بوجوده لوحده ما كانتش مجديه، فكان لازم انت تغير عشان انت عايز من دي ايه. الصوره اللي بعديها هتجي لك الحاله الهجوميه. ده الضغط بتاع منتخب فرنسا، واحده من المباريات اللي كانت شهيره جدا. حتى عمر جاب لك الضغط بتاع اسبانيا، دي الضغط بتاع فرنسا قدام المنتخب الاسباني. اللعيبه كانت تقدر تعمل ده. بتيو هرنانديز الظهير الايسر او الظهير المتقدم ناحيه الشمال، واحد من الاظهره المتفوقه جدا، وكان كمان ديشوب عايز ياخد منه اكثر اجاده هجوميه، لانه واحد من العناصر المؤثره جدا. ولكن اكتشف ان هو دفاعيا الموضوع بيبقى صعب جدا، لان وجود بوجبا لوحده في الضغط، بقى في نقطه الضغط، طول ما انت معاك الكوره بوجبا بيديك كل حاجه انت عايزها. ولكن في الضغط بوجبا من اللعيبه اللي مش كسول بلغه الكوره، بس يعني المفروض ان هو يفكر في مين في نص الملعب مكان بوجبا وكانتي. ما عندوش غير خلاص، هو هيلعب 4 3 3 يعني، هو كلام واضح، او 4 2 3 1 كمان، فهيستغنى عن لعيب حتى من نص الملعب يحطه قدام. ممكن يلعب بجريزمان ويبتدي يلعب باجنحه قدامهم بنزيما ومبابي ناحيه اليمين، ممكن يحط عثمان ديمبلي او كومان. او هل فرنسا مرشحه للفوز بالبطوله كالعاده ولا من ضمن المرشحين؟ طبعا، لان السكواد اللي عندها يتيح لها ده، ولكن التوليفه بغياب بوجبا وكانتي هتنجح مع ديشام؟ ده هيبقى دايما السؤال اللي هيرد الاقوى عليه. والابرز والاهم اعتقد الناس مرشحه البرازيل والارجنتين اكتر حاجه، اكتر فرقتين. البرازيل اكتمالا جدا، الارجنتين عندها الدافع الكبير بتاع ميسي بجانب بعض العناصر الثانيه. طيب كريستيانو رونالدو، اذا كان هناك دعم كبير بيلقى، يعني هاخد من الكلمه اللي كان بيتكلم فيها عمارة دي لان هي مهمه قوي، كل وسائل الاعلام على فكره بتتكلم فيها، انه في دعم كبير بياخده ميسي من الشعب الارجنتيني ومن اللعيبه ومن الجهاز الفني، انه دي اخر كاس عالم هيشارك فيها ليونيل ميسي. هل هذا هو نفس الدعم اللي بياخده كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال؟ وهو هو من هو يعني كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، ساهم بكل ما أوتي من قوة عبر تاريخه في كل البطولات اللي شارك فيها منتخب البرتغال، وكان عنصر أساسي وفاعل في الفوز بيها على بطولة الأمم الأوروبية، مش دي اللي قبليها كانت الأقرب إلى الناس لما منتخب البرتغال فيها تألق. يعني هو كل انجازات الكره البرتغاليه مرتبطه بكريستيانو رونالدو. هو ما قبل مرحله كريستيانو رونالدو البرتغال لم تكن تمتلك سوى مربع ذهبي فقط في كاس عام 66 مع ايزيبي الاسطوره. وبعد كده جت اجيال كتير جدا للمنتخب البرتغالي، وصلت قبل نهائي يورو 2000 بجيل روي كوستا وفيجو، وبعد كده وصل نهائي يورو 2004 كانت بدايه كريستيانو رونالدو، وقتها هو عمره 19 سنه تقريبا. بعد كده كاس عالم 2006 ساوى انجاز ايزيبيو بالوصول لقبل النهائي في كاس عالم 2006، ثم بعد ذلك تتويج بيورو 2016، ثم التتويج بالويفا نيشنز ليج 2018 او 2019. فبالتالي كل انجازات الكره البرتغاليه هي مرتبطه تماما بكريستيانو رونالدو، ولكن هو ما بيلقاش نفس الدعم بتاع ميسي. حاله ميسي حاله شعبيه اكتر. كريستيانو بدا اصوات تقال او اقيلت، يعني ان هو لا، المنتخب بقى افضل بالنسبه له. حتى هو فرناندو سانتوس يدين بالكثير لكريستيانو رونالدو، اكتر واحد بيحميه يعني. لكن هو جوه الملعب بدا يبص على مفاتيح لعب غيره، بدا يخلي الفرقه ما يبقاش كريستيانو رونالدو هو مفتاح اللعب، لا، هو يبقى اخر مرحله في مرحله بناء اللعب. بس بيعملها بطريقه ايه ما تقولولوش يعني، مش هنبين له. بس انت اساسي بس لان كان في قبل مباراه اسبانيا تقريبا في الويفا نيشنز ليج، انا بتاخدني الذاكره، صحيفه ابولا، وكانت دي واحدة من المقربين جدا من جورج مينديز وكيل كريستيانو رونالدو، كانت مفاجأة ان الاستفتاء يطلع ان في 53% من الجمهور البرتغالي عايز كريستيانو يقعد ما يلعبش، ودي كانت حاجة كارثية بالنسبة لكريستيانو. لكن هو كريستيانو عامة ما بيمرش بأفضل أحوال. طيب فتعال الحالات عشان تلحقوا تاخدوا كل اللي عندكم، لأن انتوا لسه عندكم المنتخبات ولسه عندكم أواشيط، وقسما بالله ما تلحقوا تاخدوا أي حاجة. كاس عالم بقى، كاس عالم. طيب تعال نشوف أجيب لكم الآخر يعني. تعال نشوف الصور اللي معانا، لأن معانا الصورة وبعد كده نروح للإحصائية.
الصوره الاولانيه دي لاخر ست ترجعوا في الاخر تقول لك الوقت خلص الوقت ما خلصش وابراهيم ما اداناش فرصه وانتوا عمالين ترغوا انتوا الاثنين من الايام الصبح. انا عندي سؤال اتفضل يا استاذ باصص لي ليه انا طيب يعني. عشان انت قعدت تقول انا مش هاخد حقيقه في الفاصل يا جماعه قال مش هاخد وقت في منتخب فرنسا وقعد يقول لعمر عمر انت طولت قوي في المنتخب اللي كان قبليه وفي الاخر طلع اخد وقت اصلا اكتر من اللي اخده عمر. اتفضل ماشي بقى هتعلي انت كمان عليه بقى وتفضل منتخب البرتغال بقى منتخب البرتغال دول اخر ست مباريات للمنتخب البرتغالي لعبهم في الفتره الاخيره خلال مع فرناندو سانتوس. فتعالوا نشوف احصائيه لهذه منتخب البرتغال في اخر ست مباريات فاز في 3 تعادل في 1 وتهزم في 2 احرز 11 هدف رونالدو احرز هدفين بس فدي نقطه كانت بتصب ضد كريستيانو رونالدو. فتعال نشوف في الملعب سريعا هو الحالات اللي معانا ازاي ده المنتخب البرتغالي دانييلو بيريرا اللي في نص الملعب والكره اللي بتبدا من عند روبن دياس اللي واحد من اهم التدعيمات للمنتخب البرتغالي اللي كان دايما بيعاني من حته خط الظهر. بس كل الشغل اللي شغال في المنتخب البرتغالي بيتمحور على جواو كانسيلو في الناحيه اليمين برناردو سيلفا في الناحيه اليمين امامه الراجل اللي لعب رقم 10 والراجل اللي عليه الدايره الزرقاء برونو فرنانديز. نمشي الحالات معانا واحده هتلاقي كل جوتا مصاب صح ديجو جوتا مصاب الصور دي من اخر مباريات يعني قبل الاصابه لكن بديل ديجو جوتا موجود رافائيل لياو لاعب مين لعيب جامد جامد جدا عنده كام سنه هو 22 سنه لعيب صغير يعني وهو ميلان عامه من الفرق اللي بتستكشف نجوم كتار قوي الفتره دي والعين عندهم في السكاوتنج هايله جدا يعني. فبالتالي هتلاقي دايما بص برناردو سيلفا التمركز كله او مفتاح اللعب الاساسي عند الفريق هو جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا. نمشي الصوره اللي بعديها كل محور الفريق البرتغالي اللي هي على فكره لابس ابيض في الصوره دي قدام اسبانيا كل محور اداء الفريق البرتغالي عن الطرفين اللي هم دايما جواو كانسيلو اللي عليه الاحمر وجريرو واللي الثلاثه اللي مربوطين في نص الملعب. فبالتالي بدا يخرج كريستيانو رونالدو من معادله صناعه اللعب جواو كانسيلو لجديش. نمشي الصوره اللي بعديها هنا بقى بيجي دور كريستيانو رونالدو ان هو يبقى الفينشر اللي في اخر الهجم هو الوحيد اللي بيبقى في اخر الهجم. فبالتالي منظومه اللعب البرتغالي البرتغال كلها ما بقتش بتتمحور حوالين كريستيانو رونالدو لدرجه ان هو حتى في هذه المباراه كان ريكاردو هورتا وهو واحد من اللاعبين اللي احرزوا اهداف في الست مباريات الاخيره. فبالتالي منتخب البرتغال ما بقاش يحوم حول كريستيانو رونالدو ففقد كريستيانو رونالدو الكثير من الدعم. ولكن هل هو عال على المنتخب البرتغالي؟ ما وصلش للمرحله دي بس ما بقاش بنفس التاثير. فالمنظومة بتاعت المنتخب البرتغالي بدأت تتخفف من كريستيانو رونالدو وتعتبره مجرد فينشر. هنوصل لك الكورة عند الحتة دي. عجبني قوي التعبير بتاع محمد عمارة قال لك بس احنا مش هنقول له بالظبط كده مش هنقول له يا جماعة. طيب عمارة كنت اتكلم على تاريخ المنتخبات والتشابه بين المنتخبات اللي فازت بلقب المونديال. بص يا ستوري حلوه جدا كان في تقرير في اتلتيك كان بيتكلم على كيف تصبح بطلا لكاس العالم من 98 ل 2018. شوف قد ايه عمر كوره كتير جدا ولكن في بعض التشابه او بعض المسلمات زي ما بيقولوا كده في البطل بتاع كاس العالم متشابهه على مر 98 من 98 ل 2018. ماشي تعالى كنت انا مش مرتبهم بس انا عايز ابدا باول حته دي هي اهل الثقه اكبر من اهل الكفاءه. ليه دايما المنتخب الشعار بتاعي ده الشعار بتاعك الشعار بتاعي ده هيقعد يقول لي بقى الراجل واخدها منك ده حقيقي عمر كان قالها لي. انا هبداها لك من 2018 لحد ما نوصل ل 98 عموما. ولكن ليه اهل الثقه اكبر من اهل الكفاءه دي واول وجه تشابه بوجبا وديشامب. اقل موسم فنيا لبوجبا كان هو الموسم الثاني مع مانشستر يونايتد اللي كان يرتبط بكاس العالم 2018 كان بيقدم موسم سيء على كل الاصعده ولكن ديشامب كان واحد من المتمسكين جدا ببوجبا. في حتى كان قبل الماتشات الوديه جمهور فرنسا في الوديه بتاعت فرنسا وايطاليا لما كسبت فرنسا 3-1 صفر على بوجبا ويعني قالوا كان مستائين جدا من اداء بوجبا وقالوا ما ينفعش يبدا كاس العالم وكان بوجبا وكان ديشامب هو الحامي الاساسي لبول بوجبا امام الجماهير دي كلها وقال ده لازم يبدا اساسي. فدي كانت الحاله في 2018. لو رجعنا ل 2014 السلايد اللي قبليها هنلاقي
منتخب المانيا يواكيم لوف مع باستيان شفاينشتايجر. شفاينشتايجر كان بيمر بواحد من أسوأ مواسمه، ده كمان كان مصاب 3 شهور قبل كاس العالم على طول، وكل الصحف الالمانيه قالت لواكيم لوف ما ينفعش، يعني شفاينشتايجر ما يقدرش يجاري هذا النسق وهو في 29 سنه، كان واحد من اهم اللعيبه في منظومه المانيا اللي خدت كاس عام 2014. في 2010 من اللعيب اللي انتوا الاثنين كنتوا بتحبوه اندرياس انيستا مع ديلبوسكي، هو سجل هدف واحد طول الموسم، واحد من أسوأ المواسم لإنيستا في هذا في مسيرته الاحترافية، وأصيب قبل كاس العالم بشهرين. ديلبوسكي قال ما عنديش أي مشكلة، هو كان لعب 4 دقائق في آخر ماتش لبرشلونة، خده على طول وأهله في الودي ولعبه أساسي، وهو اللي جاب هدف التتويج. هنرجع ل 2006 مع توتي ومارشيلو ليبي. توتي اتصاب بكسر في عظمة الساق قبل كاس العالم بأربع شهور، وكانت كل التقارير في إيطاليا طالعة بتقول توتي ما يقدرش يلعب كاس العالم، صعب جدا يا مارشيلو يا ليبي تاخد توتي في البطولة زي دي، وإيطاليا كانت داخلة يعني بزخم كبير إنها عايزة تعمل إنجاز، ولكن ليبي خلى توتي أساسي من أول مباراة وكان واثق فيه جدا بتأهيله حتى في مباراة الودية بس، وتوتي كان واحد من أهم العناصر المؤثرة جدا في إيطاليا إنها تاخد كاس عام 2006. اكيد مش هتكلم على رونالدو سكولاري 2002 عشان ده استثناء في كل حاجه، ما هو مش هتيجي، انا مش جايبها لان ده استثناء في كل حاجه في رونالدو، يعني ان هو حتى لو كان مصاب برباط صليبي ولكن سكولاري جاب، فده اول وجه تشابه، وده يصب في مصلحه اسبانيا لان القايمه كلها اهل ثقه، ده ما فيش بعد كده. بوسكيتس بقى بيتهاجم وإيريك جارسيا بيتهاجم، لو طبقنا كده الدنيا خلاص. ادي اول حاجه في عند اسبانيا. وجه التشابه الثاني، لازم عشان تاخد كاس العالم لازم يبقى عندك دفاع قوي او منظومه دفاعيه قويه، مش بس افراد. دي سلسله المنتخبات اللي خدت كاس العالم من فرنسا 98 لحد 2018، هتلاقي الاستثناء الوحيد بين المانيا 2014 وفرنسا 2018 4 اهداف و6 اهداف مع البرازيل 2002، ولكن اجمالا هتلاقي فرنسا 98 هدفين فقط في 7 مباريات، ايطاليا هدفين، اسبانيا 2010 هدفين. اذا هو على فكره كان التقرير معمول على الاهداف اللي استقبلوها في دور المجموعات، أيوه. كان كلهم من هدف لهدفين، البرازيل 2002 بس الوحيده اللي ثلاث اهداف، 2006 اصلا الهدفين هدف عكسي من زكاردو وهدف ضربه جزاء زيدان بس، فدي يعني نقطه البطوله كلها مفيش، يعني كانافارو عمل بطوله مفيش بعد كده، يعني وبوفون عمل بطوله عظيمه طبعاً. جدا تعال نروح للنقطه الثالثه اللي احنا كنا بنتكلم عليها مع اوليفي جيرو وجيفاريش في 98، وهو عشان تاخد كاس العالم مش لازم يبقى عندك هداف، وده اللي اثبتته الست نسخ اللي فاتوا، هداف معنى رقم 9 هداف. لو رحنا للصور هتشوف من 98 او المهاجم الصريح اللي بيلعب في كل المنتخبات اللي خدت كاس العالم كان عامل ازاي. من 98 جيفارش اللي كان موجود في اول مباراه ما جابش ولا جون، دوجري بعديه ما جابش ولا جون، تريزيجيه بعديه. اللي في 2002 الاستثناء برضو الوحيد هيفضل رونالدو اللي بيكسر لك كل الاحصائيات، يعني هتيجي هتعمل اي اوجه تشابه رونالدو مش موجود، فالظاهره البرازيليه دي خرج. في ايطاليا كان في لوكا توني وفي جيلاردينيو، جون واحد في اول 3 مباريات. ديفيد فيا لما لعب كمهاجم ما انتجش اي حاجه، فرناندو توريس لما لعب ما انتجش اي حاجه، مولر اللي كان اللي في اول مباراه هو اللي بيلعب كمهاجم هو جاب 3 اهداف عشان كانت سهوله المجموعه برضو. بس فرنسا جيرو ما كانش موجود. كملنا عدد السلايد اللي بعديها ده احنا اول 3 مباريات، لو كملنا بقيه المباريات بقى هتشوف للاخر خالص. بص في اول في نسخه 98 تريزيجيه ما جابش ولا جيفارش جاب لحد الاخر، ما جابش ولا جون خالص. في البرازيل استثناء مش شرط الهداف بتاعك يسجل خالص. ايطاليا زي ما انت شايف لوكاتوني وجيلاردينيو، اسبانيا فرناندو توريس ما كانش فيه، بالعكس ديفيد فيا لما راح ناحيه الشمال هو اللي تالق، الهدف اللي هو جابه ده هو اصلا كان رايح يتكرم في بس هو الجون اللي هو عايزه عشان يعدي رونالدو يبقى الهدف التاريخي لكاس العالم لحد دلوقتي. اذا فدي نقطه مهمه كمان جدا. طب النقطه دي تصب برضه في مصلحه اسبانيا عشان ما عندهاش مهاجم صريح، هي دي هتصب مش في مصلحتكم خالص عشان كده الوقت طول جدا وما فيش اخر نقطه بس هي تغيير طريقه اللعب. منتخبات اللي خدت كاس العالم على مدار الست نسخ كلهم عانوا من نفس المشكلة، دخلوا بتشكيل وغيروا التشكيل عشان ياخدوا كاس العالم او غيروا طريقة اللعب عشان ياخدوا كاس العالم، كلهم مرتبطين بنفس الفكرة. حلوة دي. قعدوا اول 3 مباريات باستثناء كلهم مرتبطة بمباراة ربع النهائي تحديدا،
في فرنسا 98 الراجل عدل الخطة خالص من 4-2-3-1 ل 4-3-2-1 بزيدان وجوركايف هما اللي تحت الفراودة، ورمى هنري خالص على الدكة كان بيستخدمه في الشوط الثاني. البرازيل 2002 كله كان فاكر اكيد كليبرسون لعيب اللي راح مانشستر يونايتد بعديها عشان اللي عملها سكولاري دي، بدل ما يحط اتنين رقم 2 محور ارتكاز هجوميين حط كليبرسون كان واحد من العناصر الاساسيه جدا، حتى دخل ادميلسون كمان معاه من تحت. ايطاليا 2006 4-3-1-2 ل 4-4-1-1 ودخل مورو كامرونيزي ساعتها في ربع النهائي بتعديل الطريقه في ربع النهائي على على العكس اللي حصل في دور المجموعات. اسبانيا 2010 من 4-2-3-1 ل 4-3-3 اللي كان تشافيو انيستا مخوفين منها ديلبوسكي قالوا له ما تلعبش 4-2-3-1 قال لهم لا هلعب، خد الريسك عانى جدا في دور المجموعات وخسر من سويسرا اول مباراه ما عدلش الا في الادوار الاقصائيه. المانيا في 2014 كلنا فاكرين لما رجع كلوزا ورجع فليب لام ناحيه اليمين وخرج ماريو جوتزا من الحسبه، وجوتزا نزل هو في الشوط الثاني في مباراه الارجنتين في النهائي عشان يحرز الهدف. واخيرا فرنسا 2018 التعديل من 4-3-3 ل 4-2-3-1 اللي جابت لهم البطوله. حلو كده؟ خد نفسك بقى اهو يا عم، ده كلام عظيم. بص ماسكنا من هنا لهنا عشان ده كلام عظيم وشغل عظيم جدا جدا والله بجد. روح لفاصل عشان نروح للقواشين بقى. يلا بينا. طيب وصلنا مع حضراتكم لفقره الاواشيط 3-4-3 او هكذا. تخيل عمر عبد الله انه هتكون دي طريقه اللعب للسواد الاعظم من المنتخبات اللي هتشارك في كاس العالم، تعالوا نفهم ليه ده وايه اللي هيعملوه في البطوله دي. اتفضل يا عمر. 3-4-3 طريقه اقتحمت عدد كبير جدا من المنتخبات بما فيهم المنتخب الفرنسي اللي خاض بيها الفتره اللي فاتت كلها. تعال نشوف معانا صور لاكثر من تشكيله عشان ندلل للناس او نوري للناس ان في فرق كتير بتلعب بطريقه 4-3-4-3. عندنا مثلا المنتخب الانجليزي بيلعب بثلاثي في خط الظهر وثلاثي في الهجوم. نشوف الصوره اللي بعديها هتلاقي المنتخب البلجيكي بيلعب ب3-4-3. شوف الصوره اللي بعديها هنلاقي منتخب صربيا واحد من الاحصنه السوداء في كاس العالم اللي جاي، انا من الفرق اللي انا براهن عليها هجوم خطير المنتخب الصربي ودفاع قوي جدا وخط وصل قوي جدا متروفيتش ويوفيتش وكوستيتش ناحيه الشمال كلهم نفس البنيه والطول وتاديتش في نص الملعب فرقه قويه جدا. استنى بس ثانيه واحده، ما فيهمش حد مش ايتش فهمش حد مش ما فيهوش ايتش صح؟ لا لا ما انا سلو بلدهم صح صح كله كله كوفيتش وايليتش ولوكيتش وتاديتش وفلاهوفيتش ومتروفيتش هتمشي معاك لحد ايتش وتاديتش وحاجه اخر او زيفكوفيتش وتاديتش والحارس ميليكوفيتش وفلاهوفيتش في زيفكوفيتش اهو ناحيه 14 ده المنتخب الصربي ب 3-4-3 برضه زيفكو زيفكوفيتش مش زيفتو لا زيفكوفيتش ده منتخب هولندا برضو بالتلاتة 4-3 مع لويس فان خال ماشي. وفي كمان منتخب ويلز بيلعب ب3-4-3. طيب تعال نرجع هنا بقى، هولندا كان اي حد تحط قبلها فان والدنيا تمشي لكن هو دلوقتي خلاص بطلوا مش غير فان دايك طيب تعال نيجي هنا للاوشيط عشان نشرح ليه التلاتة 4-3. قيمة التلاتة 4-3 ان هي بتوفر المساحات الكتير جدا للفريق اللي معاه الكوره. لما بتبدا بدفاع ثلاثي بيبقى عندك ساعه وقت خروج الكوره ان الاثنين دول بيخرجوا يعملوا ستريتشنج للملعب بشكل كبير جدا مع لاعب في وسط الدفاع هو اللي بيقوم بعمليه الحمايه وقت خروج الكوره. القصه كلها بتتمحور في ان الاثنين الوينج باكس بتوعك بيبقى عندهم حريه كبيره جدا 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 للتحرك الامامي مع تامين من الاثنين قلبين الدفاع او السنتر باكس اللي بيتحولوا لباكين الاثنين اطراف سايد باكس في وقت الحاله الهجوميه. والاثنين اللي اتكلم عليهم محمد عماره في ال 3-4-3 اللي محتاجينهم دايما واحد بيبقى عنده القدره على ان هو يبقى دسترويل، وهنا ابرز واحد هو طبعا نجولو كانتي كان في منظومه تشيلسي ومنتخب فرنسا، واحد هو اللي بيزيد كلاعب وسط هجومي داخل منطقه لازم الاثنين هنا يكونوا نوعيين مختلفين عن بعض، ما ينفعش يبقوا الاثنين زي بعض يعني ال 3-4-3 صعب قوي تلعب فيها باثنين دبل 6 مثلا مستحيل منفعش. صعب جدا لازم واحد فيهم يكون قاطع طريق والتاني عنده كره لقدام شويه بالظبط. ليه بقى اللي عنده كره لقدام ده عشان اصلا القصه كلها في ان الراجل المهاجم ده والاثنين دول بيخشوا لجوه بيبقوا انسايد وينجر بيبقوا الاثنين دبل 10 الاثنين بيبقوا رقم 10 ما بيبقوش اجنحه خالص لان انت وفرت الجناحين للفريق للاثنين الوينج باكس بتوعك والراجل المهاجم ده بيبقى عنده القدره والمرونه ان هو يخرج عشان واحد من الاثنين دول يخش يبقى هو المهاجم. فتدوير الكوره دايما مع الفريق اللي قدامك لما بتبدا الهجمه كده بتحصل عمليه الترحيل ف
فدايما بيبقى في لاعب عندك زياده، لان المهاجم ده لو نزل بيسحب معاه واحد فبيضطر ده يغطي مكانه، بيبقى عندك الاثنين دول، وده دايما في البلايند سايد او في الاوبوزيت سايد، الناحيه الثانيه في الناحيه العكسيه او في الناحيه العاميه زي ما بيسموها في ظهر الدفاع، بيبقى دايما فاضي تماما. فتعال نشوف الحالات اللي معانا، لان الحالات اللي معانا انا جبتها من مباراه من منتخب الانجليزي وتوتنهام، ده منتخب انجلترا مثلا امام منتخب المانيا في اليورو. البدايه هنا زي ما احنا شرحنا بتبقى من عند قلب الدفاع، الراجل ناحيه اليمين هو كان هنا كايل ووكر بيلعب الكوره لتريبييه ناحيه اليمين، تريبييه بدا، بص هنا بقى التمركز الهجومي بتاع الفريق، الراجل كالفن فيليبس الراجل اللي هو رقم 8 او اللاعب الوسط بدا يدخل في قلب الملعب اللي هو في جوه الملعب شمال شويه، والراجل رحيم ستيرلينج اللي هو الانسايد وينجر او الجناح اللي اتحول لرقم 10 هو اللي معاه الكوره. نمشي الهجمه اللي بعديها ونلاحظ هنا التحركات في قلب الملعب، اللي على اليمين خالص ده تريبييه فاتح الملعب تماما، واللي على الشمال خالص ده لوك شو، الثلاثه اللي قدام بقوا في كتله الزون 14، بقوا في كتله المنطقه رقم 14 او المربع رقم 14، بقوا جوه الملعب هاري كين وجاك جريليتش ورحيم ستيرلينج. فلما الكره هتمشي تاني غصبا عن الفريق اللي قدامك بيسيب المساحه للراجل اللي هناك اللي مش جايه من عنده الكره، اللي هي مجموعه المتابعه، لان اللي بدات الكره من عندها دي مجموعه العمل، فمجموعه المتابعه اللي هناك الراجل فاضي تماما لوك شو. ده نتج عنه ايه؟ نتج ان اول ما جاك جريليتش لعب الكره للوك شو اتوجد عندك ثلاث لعيبه جوه منطقه الجزاء، منهم بالظبط منهم رحيم ستيرلينج اللي ما بين قلبين الدفاع فاضي تماما، علما بان هو اللي بدا الهجمه واحرز الهدف المنتخب الانجليزي. تعال نشوف واحد من اكتر الفرق اللي بتلعب بثلاثة في الدفاع او 3-4-3، هو فريق توتنهام مع واحد من اقوى المدربين في هذه المنظومة هو انطونيو كونتي. هنا نفس الفكرة، بيبدأ هنا الدفاع خماسي على فكرة مش رباعي، يعني الثلاثة الاثنين اللي على السكس يارد دول الاثنين قلبين الدفاع وثالثهم اللي واقف هناك، واللي هنا ده الوينج باك واللي هناك ده الوينج ليفت وينج باك. فنمشي الهجمة، بدأت الكرة تخرج من منطقة الجزاء، نلاحظ هنا تحركات بالظبط، بدأنا نعلم على فريق مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بدأ يخرج لأن في زيادة عددية، فبالتالي الكرة لما هتيجي تتمرر هتلاقي إن هاري كين خرج بره منطقة الجزاء تماما وساب هناك خالص سون ما بين قلبين الدفاع، وفي الناحية التانية سيسينيون موجود فاضي تماما في الناحية الشمال. فلما حتى نزلت السكند بول هناك وصلت لسيسينيون اللي هو الراجل المعمول عليه الدايرة، سابها لسون. هنا بص نفس التدرج بالكورة اللي عمله رحيم ستيرلينج في هدف انجلترا هو اللي عمله هاري كين في الهدف ده. فدايما التلاتة اربعة تلاتة، لو رجعنا بس للقواشيط، دايما التلاتة اربعة تلاتة بتوفر لك مساحة في البلايند سايد وبتوفر لك دايما زيادة عددية. ليه زيادة عددية؟ لان انت عندك لعيب قلب دفاع مش متراقب دايما طالع بالكورة، فالراجل ده لو طلع في مرحلة مجموعة العمل هو اللي بيخرج بالكورة، فبيجي له واحد وبيبدأ واحد من خط النص يجي له، فبتبدأ المساحات تظهر. لكن أبرز عيوب التلاتة أربعة تلاتة اللي بيبقى صعب تداركها لو ما عندكش ضغط أمامي، هي إن أنت لما بترجع للشكل الثلاثي بيبقى عندك مساحة كبيرة جدا جدا في وسط الملعب. مساحة كبيرة جدا، أدي التلاتة هو بتوعك والخمسة، وأدي الاتنين اللي في قلب الملعب، وأدي الجناحين. فدايما بيبقى عندك مساحة تقدر الفريق اللي قدامك يتحرك فيها، فده بيتطلب ان انت يبقى عندك قدره كبيره جدا ورهيبه جدا في الضغط المضاد، انك تجيب الكوره مكان ما تخسرها، عشان كده دور الاثنين دول من اهم بس هي دي ما يكون. ما ينفعش تلعب 3 4 3 وانت ما عندكش كانتي، عشان كده لازم واحد يبقى من اهم اسباب نجاح انجلترا وصولها لنهائي اليورو، ان كان في ديكلان رايس وكالفن فيليبس. لما كالفن بيروح ديكلان ثابت على طول دستروير عشان يعرف يجيب الكرة قبل ما خط الضغط ده يتكسر، عشان ما يسيبش الاثنين دول مكشوفين. فبالتالي واحده من اقوى الطرق اللي اقتحمت المنتخبات في الفتره اللي فاتت، وزي ما احنا استعرضنا اكتر من منتخب من المنتخبات الكبيره او المرشحه وكمان الاحصان السوداء بتلعب بالثلاثه اربعه ثلاثه، اللي انا بشوف ان هي ممكن تبقى واحده من يعني ظواهر كاس العالم 2022. عمار اختم معاك. البرازيل واحد من اكتر الفرق المرشحه لكاس العالم، بنتكلم دايما على زخم السكواد بتاعها. تعال نخش على الحالات على طول او الصور على طول، عشان من الصور الحالات هتوريك التشكيلات اللي حاول تيتيه او تشيتشي بالبرتغالي، بس دي التشكيلات اللي حاول تيتيه يعملها من اول تصفيات كاس العالم، 4-3-3 4-4-2 4-2-3-1، كلهم هنشوفهم في الحالات الفنية بيجربوا في المباراة الودية عشان يديك المنظر ده اللي هو عايز يعمله، عايز يستخدم كل القوة الهجومية اللي عنده على أرض الملعب. تعال نشوف الحالات، هو بالظبط كده، ادي الرباعي هناك فينيسيوس جونيور ده اللي على الشمال خالص،
نيمار ده بقى هو العنصر الاساسي في كل التشكيلات اللي احنا شفناها. هتبقى هو اللي يحسم لك هي هتبقى 4-4-2 ولا هتبقى 4-2-3-1 ولا هتبقى 4-3-3، لان الراجل ده دايما عنده الفري رول مع تيتيه. الراجل ده هيخش مع ريتشارلسون قدام. لو نرجع للصوره سريعا نشوف اخويا وهو مستني يسمع اسمه في القائمه يقول لي يعني قلقان يعني قلقان. يلا يلا يا كذاب يلا يلا يا ترى هياخدني ولا لا يلا كذاب يلا. اللي فوق نيمار ده على طول ريتشارلسون، واللي هناك دايما فاتح الخط هو رافينيا. هتلاقي دايما في النص في كازيميرو وجنبيه باكيتا. هو بيلعب بالراجل لما يلعب 4-2-3-1 اللي هو نيمار اللي تحت المهاجم بيلعب بكازيميرو وباكيتا، واحد دفاعي شويه واحد هجومي شويه. طب اللي بعدها هوريك ال 4-3-3 باكيتا بقى هنا لعب 4-3-3 لان اللي فوق خالص على الشمال هو باكيتا. باكيتا ده اللي هو ايه لاعب الوسط الهجومي ماشي. فبقى شال المهاجم خالص، لعب برافينيا وريتشارلسون ونيمار وخلى ثلاثي في وسط الملعب، بس باكيتا هو اللي هيقوم دور فينيسيوس جونيور عشان دايما عايز الرباعي ده على طول. ده الرباعي ده اللي قدام، ووظيفه كازيميرو مع اي حد جنبه سواء فريد او برونو جيمارش وصلوا الكوره لنيمار، لان ده اللعيب المتحرك عندنا. بس في البرازيل انت دايما بتبص على لعيب هو المفتاح عشان يطلع لك بالكوره، بس للاسف الشديد لكل المنتخبات البرازيل اي لعيب هيعرف يطلع بالكوره. عندهم حاجه موهبه كده لوحدهم، العنصر الفردي اللي موجود عند كل لعيب ما فيهم المدافعين يعني. فتعال نخش على ودي الصوره اللي بعديها من مباراه اليابان، بتوريك نفس الصوره بالظبط 4-2-4 صريحه جدا. نيمار بيتحول لمهاجم تاني. ايه الحته اللي شويه بالنسبه لنقطه الضعف زي ما بيقولوا ماشي. هنتكلم طبعا على الحته الدفاعيه لان هم دفاعيا مش افضل حاجه، وراجل داخل دانيال الفيش ودانييلو في الظهير الايمن. خط الظهر نقطه ضعف كبيره غريبة جدا، غريبه قوي دانيال الفيش دي. ما هو هم انا بحسها في الاهلي الثقه شويه اللي احنا كنا بنتكلمها. 30 سنه كتير، بس برضه ممكن عشان السكواد بقى. بس خلي بالك 20 لاعب شجعوا، انا اعتقد ان هو لو كان 23 لاعب ما كانش هيضر. النقطه طبعا الاساسيه في الباكات يعني اللي هو واخدهم معلش دول. معلش يعني انا بسال السؤال، بس العالم كله بيساله، فيرمينيو ما انت شايف؟ طيب ما هو عنده في جابريل جيسوس بره، في انتوني بره، ده غير الاربعه اللي موجودين. هو وفقا للطريقه دي تحديدا عشان هو عايز ريتشارلسون وجابريل جيسوس الاثنين اجريسيف اكتر من فيرمينيو، وفيرمينيو برضه كبر في الحته دي حتى في حته الضغط شويه لحمايه نيمار. يعني فيرمينيو مع نيمار الدنيا بدنيا هتبقى قليله، مش كورك ريت على مدار المباراه، لا على الاجريشن. هما الاثنين يعني مش عايز اقول نايين شويه. النقطه اللعيبه دمها بارد كده يعني عارف انت، لكن انا بارده دي بس بتبقى لعيبه بس دمها بارد. بس هو برضه علامه استفهام كبير على فيرمينيو بصراحه. يعني النقطه الاساسيه اللي احنا شفناها في الباكات لما كنا بنتكلم، لا الباكات الشمال اليكس تيليش وساندرو مش افضل حاجه، ولا الباك اليمين افضل حاجه، لان في خطه تيتيه هو مش عايز بينهم هجوم ولا بيطير الباكات زي ما بيقولوا. زي ما انت شفت الاثنين الاجنحه هم فاتحين الملعب. رافينيا اللي شفناه ناحيه اليمين ده اللي عند برشلونه عند سيادتك هو ماسك الملعب كله هنا، يعرف يروح ويجي ويلعب وينج باك لحد ما ينزل في الظهير. فالظهير هو عايز من دانيال الفيش وتيلش، كل ما تبقى الجبهه مايله ناحيه دي هو هيلعب بدانيال الفيش وتيلش ولا هيلعب بدانييلو وساندرو. انا بقول لك ايا كان، لان دانييلو حتى مش العنصر الهجومي، مش الظهير اللي بيطير ده. دانييلو متوظف مؤخرا قلب دفاع في يوفنتوس، فالقدرات الهجوميه بتاعته والكساندرو متوظف بس يعني موظف فالقدرات الدفاعيه عندهم اكتر بكتير من القدرات الهجوميه. النقطه بقى الثانيه دي الحته الدفاعيه. طب ايه الحته الثانيه اللي ممكن نشوفها في كاس العالم وهي منتخب الارجنتين؟ تيتي عنده مشكله كبيره جدا مع منتخب الارجنتين. الراجل ده في 76 مباراه لعبها مع البرازيل خسر 5 ماتشات منهم 3 بس قدام الارجنتين. على بركه الله. يعني ده كلام ايه؟ ده كلام عظيم. نقفل بقى الحلقه على كده. ماشي يا باشا. يبقى البرازيل هيبقى عندها مشكله او تيتي عنده مشكله مع الارجنتين. انا كنت هكلمك في حته ان هو لعب 3 بطولات، طلع من ربع النهائي في مونديال 2018، خد كوبا امريكا وخسر كوبا امريكا من الارجنتين. البطوله اللي جايه دي هي اللي عليها كل الطموحات والامال، ولكن في لما تمشي كده رود تو فاينل هيقابل الارجنتين وهيصطدم بيهم في غالبا في المربع الذهبي. يعني انت بتشجع منتخب مين بقى في البطوله دي؟ البرازيل ان شاء الله. البرازيل ان شاء الله. وانا بشجع ايطاليا، بس ايطاليا بالسلامه بقى. ايطاليا بقى اسبانيا بقى. اسبانيا بقى هتحمس له بقى هدافع لويس انريكي. بص هقول لك على حاجه، انا طبعا عايز منتخب الارجنتين عشان خاطر ميسي، بس لو البرازيل كسبت مش هبقى متضايق خالص. انا بحب البرازيل يعني. مفيش بني ادم خالص والله بيشجع، مفيش بني ادم بيشجع الكوره او بيحب الكوره هتلاقي لك لاعبين ثلاثه بتموت فيهم يعني. برازيل يعني برازيل يعني، بس في منتخبات ما احبهاش تكسب بقى، بس مش هقولها بقى. ماشي عمر، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا.
بشكرك شكرا جزيلا يا عمر، شرفتنا النهارده كالعاده، متالقين يا اصدقائي الاعزاء الجامدين جدا جدا. حلقتنا خلصت طبعا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل، نشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في نفس الميعاد، تصبحوا على الف خير، سلام عليكم.